الله يبارك في حضرتك يا دكتور. ما شاء الله دكتور مصطفى. أنا ما أعرفش بصراحة، طبعًا كلنا عارفين المهندس عمر سليم، وأنا ما أعرفش إزاي القمر لما بيهل حد يقدر يعرض أي حاجة قدامه. إن كان عليا عايز أقول للمهندس عمر اتفضل قدم لنا حاجة النهاردة، بس عزائنا الوحيد إن هو علمه عفو يا ممتاز. دكتور. لا لا عفو يا دكتور، الله يكرمك، إيه الله يكرمك. المهندس عمر في حياتي اللي بيم العربية دي، شكرا. أيام العربية تشرفنا تشرفنا. لا أنا بتكلم من قلبي فعلا، لا والله شرفنا يا دكتور، الله تشرفت. يكرمك. وأنا أنت عارف إن أنا ما أعرفكش خالص، ولا يعني لا انا متابع حضرتك أعرفك كنجم من كبير سنين. بقى. لا لا العفو، انا متابع حضرتك من سنين يا استاذ، الله يكرمك يا دكتور، الله يكرمك يا استاذ، أهلا وسهلا بحضراتكم الله جميعا. يكرمك. الصورة طالعة ولا لسه؟ لا الصورة لسه. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. أنا اسمي مصطفى إسماعيل، متخرج من جامعة عين شمس سنة 1988. اشتغلت في القاهرة وفي الصعيد، وبعد كده اشتغلت في السعودية حوالي 27 سنة. ما زلت آخر فترة ليا في الاستشارات الهندسية، وقبل كده كنت في المقاولات، مهتم بمجال العقود كعلم وكعمل. عندي بكالوريوس من جامعة عين شمس، ودبلومات من جامعة القاهرة، وبعد كده دراسات عليا في الأزهر في الأزهر حوالي 10 سنين ولا 7 8 سنين. النهاردة عايز أتكلم مع حضراتكم في موضوع في العقود، باعتبار إن إحنا بنشتغل في العقود بصفة يومية في مجال الكونستراكشن. عايزين نسهل الأمر في مجال العقود، عايزين نعرف واحنا بنتحرك نكون عندنا الكوشنز الكافيه، عارفين احنا بنعمل ايه ورايحين فين وجايين منين وبنكتب ايه وبنكتب ليه. اخترنا النهارده علاقه المالك مع الاستشاري عشان تكون موضوعنا في اللقاء الجميل النهارده ان شاء الله. العقود عايز اطمن الاول، نسمع كده من الساده الحضور، حد يكتب لي واحد لو الصوت كويس، حد اثنين من الساده الحضور يكتبوا لي واحد. الصوت كويس ان شاء الله يا باشمهندسين. عموما كده الصوت كويس. برحب طبعا بالساده الزملاء اللي انا عارف منهم ناس محترمين كتير واساتذه كبار. هنجد صعوبه في عندي صعوبة في الناس المحترفة اللي هنتعامل معاهم النهاردة، هنحتاج منهم مجهود عالي عشان هم مستواهم عالي جدا. أهلا وسهلا بكم. المقدمة المعتادة في العقود بنقول إن إحنا داخلين مشروع المقاولات عشان يكون فيه بنفيشيال ريليشن شيب بين أطراف العقود. هنركز النهاردة زي ما قلنا على العقد بين المالك والاستشاري. العقد بين المالك والاستشاري ممكن يكون تيلورد، ممكن يكون تيلورد يعني مع متفصل على قد المشروع، وممكن يكون ستاندرد فورم كونتراكت زي الـ EC او الـ ICE او الفيديك. النهارده اخترنا الفيديك وبعض نماذج الخليج العربي نتكلم فيها بسرعه. هنعرف يعني ايه الفيديو. فورمز اوف كونتراكتس مجموعه من نماذج العقود، مجرد منظمه. الفيديك هي مجرد منظمه. عايزين ناخد نوتس مع بعض كده. محترمه، اتكونت من عشرات السنين، من سنة 13 ابتدت ببعض أو مع المهندسين الاستشاريين في
تمام يا دكتور، سامعين حضرتك. تمام، هو فصل ورجع. فصل ورجع ثواني كده. قلنا الفيديك منظمة أوروبية تكونت سنة 13، سريعة لمن يحب ياخد فكرة يبقى يطلع على السلايدز، مش هندخل في التفاصيل اللي مش بتخدم. أول مؤتمر اتعمل سنة في جنت في بلجيكا سنة 13، وبعد كده عملنا ان احنا نعرف اهم حاجه من كام سلايد دول، ان احنا نعرف ده الديفلوبمنت بتاع الفيديك، نعرف ان احنا في عندنا فورمات مختلفه للفيديك تسهل اداره عقد محدد، الماجوريتي اوف ورك بتاعته من نوعيه معينه. لما بنتكلم عن عقد الكونستراكشن العادي خالص، العماير اللي احنا عارفينها والابراج اللي احنا عارفينها ومعظم المشاريع الكونستراكشن، بنلجأ لفيديك اسمه الفيديك الاحمر. هو الكلوزز بتاعته والشروط العامه والخاصه فيه بتساعدنا نمانج عقد كونستراكشن من النوع المتعارف عليه زي المباني والكباري والسيفل وورك بصفه عامه. لو لقيت عندي شغل فيه نو هاو شويه وفي ديزاين بيلد عايز اخلي حد يصمم لي وينفذ بالمره، ففي الفيديك بيديني توصيه بالفيديك الاصفر. وفي نوع تاني لو انا ما عنديش الامبلوير ريكويرمنت، شويه معلومات عريضه كده عن المشروع بتاعي، بيقول لي انا انصحك بحاجه اسمها الفيديك السيلفر او الفيديك الفضي، استعمله هيساعدك في اداره المشروع. نقول تاني كمان مره، هل ده دستور؟ هل ده قانون؟ هل ده اجباري؟ احنا بنقول لا، هذا مجرد بدل ما تبتدي انت من السكراتش تقلب او تفكر في عقد لهذه الظروف الخاصه اللي انت فيها، فانت بنتكلم معاك على ان في شيء اتعمل ونجح اسمه فيديك احمر للكباري والمباني، فيديك اصفر للمصانع والام اي بي وورك، فيديك بي بي سي للترنكي بروجكت. يعني ايه ترنكي؟ انت تروح للترنكي لما بتكون الدوله او الاونر او الامبلوير عايز يعمل فاسيلتي دي ما يعرفش يصممها، وهو مش عارف كتير من تفاصيل متطلباته، بس عارف الاند برودكت، عارف هو عايز ايه في الاخر. عايز منتج محدد، ميجا وات، عايز الميجا وات، عايز اس تي دي، محطه صرف صحي بتتشارج مع بمخرجات معينه، عايز محطه تحليه مياه بمخرجات معينه، فما يعرفش جواها تفاصيل كتير. التفاصيل الكتيره دي بيحتاج يلجا لكونسلتنت لاكسبرت يعملها له. لو كانت مبهمه جدا فبيروح الى اي بي سي، لو كانت عنده بعض الامبلوير ريكويرمنت وكونسبت ديزاين ممكن يروح بيها للفيديك الاصفر. طيب امال احنا ناس كثيره ما فكرتش، امال الاستشاري بيعمل تمام كده كده؟ تمام يا دكتور. طيب كنا بنقول ان احنا وصلنا للفيديك الابيض، علاقه الاستشاري مع المالك، هيعملوا عقد مع بعض. النموذج في الفيديك المتاحه اسمها النموذج الابيض، الفيديك الابيض، الغلاف لونه ابيض لا اكثر ولا اقل. بنتكلم عن غلاف في الفيديك. اللي عنده سؤال عن الفيديك ومفهوم الفيديك والسيناريو ده، انا ان شاء الله جاهز، وانا فاتح الاسئله بعد باذنك يا مهندس عمر عشان نعمل ستريم لايننج مع الجميع، مع لمده اول ربع ساعه، يعني لغايه مثلا 10 الا ربع، عشان الناس تبقى، ما حدش يبقى عامل بلوك لنفسه من اول المشروع. معانا ربع ساعه اللي مش واضحه حاجه معايا يقول لي. دخلنا بعد كده قدامي الاصدارات للفيديك الابيض، الفيرست اديشن والسكند والثيرد والفورث والفيفث. في واحد 2005 اللي هو الثيرد، والفورث هو 2006، والفيفث 2017. من 2017 بالفعل في تحسين كويس، واللي جاري لغايه دلوقتي في السوق هو ال 2006 اللي اسمه الفورث اديشن. هنشوف النهارده
أن مر مرور الكرام على مش مرور الكرام مرور على كل بنود الفلك الأبيض، وبعدين هنشوف إيه هي الأفليات فورمز، إيه اللي بتساعد معاه وإيه اللي بتشتغل معاه الانتراكتيف معاه، وهنشوف التحسينات في الفيديك الفيرجن الجديد اللي اسمه 2017، وبعد كده هنبص على نموذج في العقد في التحسينات، هنشوف العقد العماني قال بعض الجمل كده والعقد الكويتي، وبعدين هنشوف نموذج اشتغلنا بيه طبقا للعقد السعودي. طبعا العقد السعودي اكتر واحد اشتغلت بيه، وعقد الاستشارات، وفي بروس اند كونز هنتكلم عليها في طريقه. الفيديك الابيض احيانا الاستشاري بيكون المشروع اكبر او يتطلب تصنيف اعلى منه، او يتطلب امكانيات بشريه وامكانيات ماديه اعلى من امكانياته، فبيبتدي يعمل جوينت فينشر مع مكاتب متخصصه، مكاتب متخصصه في السويل ميكانكس، مكاتب متخصصه في السيفتي، مكاتب متخصصه في البيم، مكاتب متخصصه في الانفايرمنت، مكاتب للام اي بي، وارد تعمل جوينت فينشر من اي نوع. ففي الفيديك بيساعدك انك تستعمل هذا النموذج اجريمنت، اللي هي اول اديشن ليها كان سنه 92، دي بيسموها جوينت فينشر اجريمنت فور كونسلتنج كومبانيز بيدنج فور انجينيرنج سيرفيسز اجريمنت ان جوينت فينشر اور كونسورتيوم. لو عايز تعمل كونسورتيوم مع شركه او اكثر من شركه، او لو عايز تعمل جوينت فينشر مع شركه، فانت بتلجا للفيديك اللي اسمه جوينت فينشر اجريمنت. طيب لو انت خلاص المشروع معاك وعايز تعمل سب كونسلتنج، ففي حاجه اسمها سب كونسلتنج اجريمنت، ودي باختصار نحفظها زي عقود المقاولات، بتتكلم عن باك تو باك اوبليجيشن. هنا دي سكيم صغير كده، بورتريه صغير لعلاقه الفيديك الابيض مع الفيديك الافلييتد. عندنا الكونسلتنت، وعندنا كلاينت، وعندنا سب كونسلتنت، وعندنا جوينت فينشر. انا ممكن اعمل هنا كده جروب بين الكونسلتنت والجوينت فينشر او الكونسورتيوم، يبقى ده اسمه الكونسلتنت الكبير، هيتعامل مع المالك. قد يكون الكونسلتنت بيعمل شغل مع سب كونسلتنت للاساسات او السيفتي او في قدامي اهو الكتب المتاحه قدامي، فيديك فورمز مختلفه. المجموعه دي مع الاحمر والاخضر والبرتقاني والسيلفر بيسموها فيديك سيوت اوف كونتراكت. طيب الاستشاري اللي انا عايز اعمل معاه عقد ده، قلت ابص على شكله في اشهر فيديك، الفيديك الاحمر اللي هو بتاع المقاولات، اللي هو بتاع الكونستراكشن، اللي هو بتاع المباني العاديه او المنشات المعتاده اللي ليست ان اي بي تخصصي، وليست اس تي بي سيوج تريتمنت بلانت متخصصه. الفيديك الاحمر هو اشهر فيديك، واشهر نسخه ليه طبعا 99، وحاليا في 2017. وارجع اقول تاني، الفيديك مجرد نموذج حضرتك بتستعمله. يا ريت نكتب كده عندنا للناس الجديده على الجمله دي، عشان ما نمشيش ورا اعلان معلومات عامه بتقول ان الفيديك ده حاجه مهمه او حاجه، هو مهم طبعا، حاجه كود يعني، هو ليس كود، هو مجرد نموذج عايز تستعمله حضرتك استعمله، عايز تسترشد بيه فقط استرشد بيه، عايز مالكش علاقه بيه مفيش اي مشكله، توكل على الله. عندك ميني ديفرنت فورمز اوف كونتراكت، استعمل العقد المصري، استعمل العقد السعودي، استعمل العقد الكويتي اللي انت عايزه، استعمل تيلور او فيسبوك فورم اوف كونتراكت، اعملها انت، ما بتجيش من ورقه بيضه، بتيجي من عقد قديم تنطلق منه. اللي عايز اقولها عليه حضرتك وتكتبه، سواء انت خبير في الفيديك او غير خبير في الفيديك، لا تعدل على جنرال كونديشنز، ليس لك علاقه بالجنرال كونديشنز، تاخدها كوبي بيست. لو هتتعامل مع الفيديك سواء الفيديك كله او جزء منه، هتاخد الجنرال كوبي بيست. عايز تتعامل، هتتعامل مع الابندكسز، هتتعامل مع البارتيكولار كونديشن، تضيف وتحذف. الانجينير اللي احنا هنتعامل معاه دلوقتي اللي اسمه في العقد الابيض الفيديك الابيض اسمه الكونسلتنت، عليه اوبليجيشنز في الفيديك، معظم الفيديك نفس الاوبليجيشنز، فعليه في الفيديك الاحمر اللي انا جبت منه الكلوزز دي كوبي بيست،
بتقول الكلوز نمره 3 في الفيدنج ليه ديوتيز واثورتيز، ليه صلاحيات عليه ديليجيشن يعمله، عليه انستراكشنز للموقع، عليه ريبليسمنت اوف ذا انجينير ممكن يتغير هو نفسه، عليه ديترمينيشن من اشهر البنود بتاعه الاستشاري الديترمينيشن اللي هي التقييم التقدير في الخلافات وفي التسعير وفي المستخلصات كل شغله ديترمينيشن. لذلك انا جاي اعمل عقد دلوقتي سواء فيلك او غير فيلك، هسال الناس الكونستراكشن هو المهندس ده هيعمل ايه، الانجينير ده الكونسلتنت ده شغلته ايه، والله هيكون شغلته بعض الامور دي بما فيها من تفاصيل عريضه. لذلك انا عايز اعمل سكوب اوف ورك للفيدك الابيض او للتيرور لعلاقه الملك بالاستشاري، هستعمل النقاط دي عشان اكون سكوب اوف ورك. الملحوظه بتاعتي هنا بتقول سو ذا انجينيرنج سيرفيس كونتراكت اللي هو الفيدك الابيض او العقد السعودي او العقد اللي انا هعمله للانشاء البرج بتاعي او الكوبري بتاعي، ذا انجينيرنج سيرفيس كونتراكت شال انكلود ذا رول از منشن ان كلوز 3 في الريد فيدك. هذا هو الرول بتاعه. لو كان عندنا ديزاين هنتكلم على انه ديزاينر، لو كان عنده ديزاين زي العقد الكويتي مرحله اولى ديزاين ثم مرحله ثانيه construction supervision and the project management and or project management، يبقى بنتكلم عن الثلاث امور عندنا design construction supervision and project management. ده شكل الغلاف، ده الغلاف بتاع الفورث اديشن. لغايه هنا حد كلنا اونلاين يا جماعه، كلنا ما شاء الله اساتذه وعارفين المعلومه صح. اوكي مفيش اسئله. السكيلتون بتاعي بتاع الفيديك الابيض الفورث اديشن بهذا الشكل، الهيكل بتاعي عندي اتفاقيه، عندي جنرال كونديشن، عندي بارتيكولار كونديشن. البارتيكولار كونديشن فيها جزئين بارت اي وبارت بي. البارت اي هي اللي بتديني تعليمات من الجنرال كونديشنز املاها في البارتيكولار كونديشنز. يعني احنا بنقول لما يتاخر دفعه الاستشاري يستحق الاستشاري تعويض اتفاقي عن كل يوم 100 جنيه. ال 100 جنيه دي انا هكتبها 100، حضرتك هتكتبها 200، المهندس علاء هيكتبها 1000، المهندس محمد هيكتبها 500. كل ده هنا في البارت ايه. بارت بي اديشنال كلوزز محتاجين نضيفها، محتاجين نتكلم عليها، بنذكرها بصفه خاصه. من شويه قلت لك افتكر دايما الجنرال كونديشنز لا اقرب اليها، بارتيكولار كونديشنز هي اللي هنتعامل معاها. الجزء الرابع عندي ابندكس 1 سكوب اوف سيرفيسز نطاق العمل. السكوب اوف سيرفيسز ده بيجي من حاجه دايما اسمها تيرمز اوف ريفرنس، بيتكتب فيها ما هو المطلوب. بتعدها انت كمدير عقود عند المالك بالاشتراك مع الاستشاري، تقول له انا عايز منك 1 2 3. الابندكس 2 بتتكلم عن حاجه اسمها الافراد والمعدات والمرافق والخدمات التي سيقدمها الكلاينت. المالك هنا في هذا العقد بالمناسبه عفوا اسمه الكلاينت، ما اسموش الاونر او الامبلوير زي الفيديك الاحمر. ففي خدمات هيقدمها الكلاينت للاستشاري طبعا. الابندك 3 بتعمل تايم سكيدول فور سيرفيسز، بتقول انا هخلص الديزاين في 8 شهور، وبعد ما اخلص الديزاين ابتدي كونستراكشن سوبرفيجن، او في مرحله الديزاين هعمل الكونسبت ديزاين في المده دي، ثم الاسكيماتيك في المده دي، ثم الديتيل، ثم الشوب دروينج او الاي اف سي، ثم الكونتراكت اجريمنت هعدها، والبي او كيو، والبيت دوكيومنت او التندر دوكيومنت. كل ده يبان معايا هنا في التايم سكيدول فور سيرفيس. ايه او لو كنا في مرحله التنفيذ فقط، ممكن تتكلم عن الديبلويمنت بلان زائد التايم سكيدول. يعني انا هنزل مهندسين الاساسات
من داي 1 الى لمده 6 شهور، ثم بقى وخلالها جراديولي هينزل مهندس الام اي بي ومهندسين السيفل ومهندسين الاركتكت لو احتجتهم، مهندسين السيفتي من داي 1 معايا، مهندسين الكواليتي من داي 1 معايا. ابندكس سوري كانت لازم دي تكون 4. ابندكس 4 بتقول سكيدول، ابندكس 4 هي السكيدول، ابندكس 3 ابندكس 4 هي التايم سكيدول، ابندكس 3 هي الريميونريشن اند بيمنت. الابندكس الخاص بالدفعات والتعويضات اسمه ريميونريشن اند بيمنت. بنتفق من اول المشروع الجدول الزمني شكله ايه، البرنامج الزمني شكله ايه، بنتفق هندفع ازاي، بنتفق عن الخدمات التي ستقدم للكلاينت، بنتفق عن السكوب اوف على السكوب اوف سيرفيس. لو اتفقنا على الاربعه دول صح يبقى ان شاء الله ما عنديش اي مشكله في تنفيذ الاتفاقيه دي. اسمها اتفاقيه وليست يجوز نقول عليها عقد طبعا، ولكن احنا بنسميها اتفاقيه لما بتتعلق مع الاستشاري، وده لفظ شهير جدا في الكويت بصفه خاصه، بيفرقوا تماما بين عقد المقاوله بتاع المقاول وعقد الاستشاري اللي بيسموه اتفاقيه. دي مكونات الاتفاقيه حسب الفيديك فورث اديشن اللي هو 2006. دي الكونتنت، دي البروفيجنز وال دي البروفيجنز والكونديشنز. تايم سكيدول الكلام ده صح، نمره 4 اللي وراه نمره اللي قبليه نمره 3 هو الريميونريشن اند بين. دي مكونات العقد، الناس اللي ما شافتش عقد فيديو كتير، دي مكونات العقد الجنرال كونديشنز. احنا قلنا ايه تاني؟ نبص تاني هنا، عايزين نرجع لدي كل فتره. العقد يتكون من agreement, general condition, شروط عامة، شروط خاصة. الشروط الخاصة قسمين، قسم أنا بملاه بناء على فراغات موجودة في general conditions في الشروط العامة دي، بيقول لي حسب ما يتفق عليه في الشروط الخاصة، حسب ما يتفق عليه في الشروط الخاصة. لازم أرجع أملأ أنا هنا اللي أنا هتفق عليه، زي ما قلت لحضرتك 100 جنيه أو 1000 جنيه أو 500 جنيه تعويض للاستشاري عند تأخير الدفعات. هنا بارت بي، اي شروط خاصه انا عايز انزلها في المشروع بتاعي عشان المشروع بتاعي ليه حالات خاصه. الابندكس 1 ابندكس 2 ابندكس 3 ابندكس 4 هي دي مكونات العقد للمره الثانيه بنقولها. العقد التفاصيل البريك داون بتاعت مكونات العقد اللي قلناها في جنرال كونديشنز اللي هي الجي سي اللي انا بكتبها من شويه. جنرال كونديشنز فيها 8 كلوز، 8 كلوز لغايه الاربيتريشن اخر كلوز. 8 كلوزز دول تحولوا الى 10 كلوزز في الفيديك 5th اديشن 2017. اظن كل اللي متعود على العقود الديفينيشن التفسير الاتصالات لو اند لانجويج لغه العقد والقانون القابل للتطبيق تغير في القوانين السب كونتراكتنج ازاي تعمله الكوبي رايت النوتيسز الاصدارات الكوربشن والفرود ما هو ما ايه صلاح ايه شغل العميل من هو العميل من هو المالك وما هي المطلوب منه وما هي صلاحياته وما هي واجباته. بعد كده طبعا نمره 4 هنلاقيها الاستشاري، نمره 3 سوري نمره 2 هو العميل، نمره 3 هو الاستشاري. سكوب اوف سيرفيسز نورمال، عندنا حاجه اسمها السيرفيس النورمال وعنده اديشنال سيرفيس وعنده اكسبشنال سيرفيس، كل دي تعريفاتها جايه. عنده مسؤوليات ديوتي اوف كير، ديوتي اوف كير سايز اوف اوثوريتي صلاحياته يمارسها ازاي، املاك المالك، املاك المالك، املاك المالك اللي قدمها فين يا باشمهندسين اللي عايز يربط معايا اللي هنا. equipment facilities and services of others provided by the client، هنا ليه املاك المالك بقى ليه املاك.
ممثل المالك، ممثل الاستشاري الاخ، وبعد كده لما بقى بدايه العمل والترمينيشن لغايه الترمينيشن والفاريشن، الكلوز من الاربعه ده هنلاقيه اتقسم في الفيديك الجديد نمره 5th اديشن 2017، اتقسم الى اثنين كلوز. اجريمنت افكتيف، متى تبدا الاجريمنت؟ كومنسمنت اند كومبليشن، البدايه، الفاريشن، الديلي، الظروف المتغيره 4 5. ده المهم جدا اللي عايز يتكلم عن الكوفيد 19 او unexpected circumstances. اهو arbitration sorry abandonment suspension or termination، الغاء العقد او التنازل، يعني الغاء الاتفاقيه خالص او تعليق الاتفاقيه او termination، انهاء الاتفاقيه. corruption and fraud exceptional services، ما هي الخدمات الخاصه، التزامات الاطراف، كل ده هنشوفه واحد واحد طبعا. الدفعات، كيف بتكون الدفعات، المسؤوليات، ما هي المسؤوليات، من اهم البنود اللي تقراها في اي عقد، مسؤوليات ومدتها وحدودها. انشورنس، هتامن على ايه؟ هما حاجتين. كلاينت بروبرتي، المعدات اللي جابها لك الكلاينت، وفي نفس الوقت الاشخاص اللي بيشتغلوا. ديسبيوت اند اربيتريشن، ديسبيوتس اند اربيتريشن، في بتحل الديسبيوت ازاي؟ بالتفاهم، حل الودي، الميديشن، الاربيتريشن. الفيديك الجديد دخل الادجيديكيشن اللي كلنا سمعنا عنه برضو. ناخدهم بند بند. حد عنده سؤال تاني؟ حد عنده سؤال يا باشمهندسين؟ احمد ابو زيد، اتفضل. احمد ابو زيد، اهلا وسهلا. اتفضل. باشمهندس احمد. ايوه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تمام يا دكتور؟ اتفضل يا باشمهندس، اتفضل. كنت عايز اعرف الوايت بوك هو السيلفر ولا الوايت غير السيلفر؟ جميل يا باشمهندس، حاجة تاني؟ شكرا، اشكرك، جزاك الله خيرا. شرفتني جدا جدا، عايز اسمع منك اسئلة في اخر المحاضرة ضروري. حاضر. السيلفر بوك، انا مش هقول ان انا قلت قبل كده. السيلفر بوك يا باشمهندس احمد هو اللي اسمه الاي بي سي، ينفع للاي بي سي كونتراكت، مفيد للاي بي سي كونتراكت، مناسب اكثر، اكثرهم مناسبه للاي بي سي كونتراكت، هو اسمه السيلفر. اما الوايت بوك هو الوحيد المناسب للكلاينت كونسلتنت اجريمنت، عايز تعمل اتفاقيه تشغل معاك استشاري وانت الامبلوير، فبتعمل بالسيلفر بوك، سوري، بالوايت بوك بتاع النهارده. يبقى الوايت بوك يا باشمهندس احمد هو بيتعامل مع، يفضل التعامل بيه لو هتروح للفيديك فورمز اوف كونتراكت، هتختار الوايت بوك. لو بتتكلم عن، بنسال سؤال واضح وصريح، ما هو السيلفر بوك؟ هو السيلفر بوك اللي اسمه انجينيرنج بروكيورمنت اند كونستراكشن فيديك فورم اوف كونتراكت، الذي يصلح لهذا هذا النوع، بيسموه احيانا تيرنكي كونتراكت، لما تكون عايش فاسيلتي تيرنكي وانت ما بتفهمش فيها كتير كامبلوي، فبتتفق فيها عليها بالعقد الفدي اللي اسمه سيلفر بوك. بتتفق عليها ازاي؟ بتقول، بتقدم بس امبلوير ريكوايرمنت، بتقول انا محتاج محطه توليد طاقه كهربائيه اكس ميجا وات او جيجا وات، والتفاصيل، النصيحه في التيرنكي كونتراكت واليلو بوك الاي بي سي، لا تتمادى في وضع مواصفات، لا تنزلق في وضع اشتراطات ومواصفات كثيره، عشان انت اصلا بتاخد الريسك اللي عليه في عمل محطه التحليه المياه، بتنقله الى المقاول، كل ما تقول له انا عايز الميه الاملاح فيها قد كده، وانا عايز الميه يبقى لونها كويس، وانا عايز الميه
يعني اللجوجة ايا كان بتتكلم بتورط نفسك في مواصفات اوريدي هي مكتوبه. انت بتقول انا عايز ميه تحقق مواصفات وزاره الصحه المصريه حتى تاريخه او حتى تاريخ الافتتاح. ما تحاولش تشترط وتقول ويكون مساحه المبنى 10,000 متر مربع. انت ممكن تطلب عايز قد ايه مخرجات، انما لا تتعامل كما لو كنت محترف. لو انت محترف تروح بقى لليلو بوك، ولو محترف اكتر ممكن تروح ناحيه عقد تفصيلي ديزاين بيت بيلت باي طريقه تريحك، سواء هو احمر او غير احمر. تمام. هنا التعريفات جنرال بروفيجن. ان شاء الله مهندس احمد تكون تمام انت كده. هنا التعريفات، ما هي الاعمال، ما هي البلد، ما هي البارتي اند بارتي، الكلاينت يعني المالك، البارتي يعني المالك والاستشاري، واي ثيرد بارتي موثق في الكونتراكت. عشان انت احيانا وانت بتتعاقد مع المالك بيقول لك ويكون زي العقد الكويتي بيعمل نومينيتد سب كونسلتنت، يقول لك استشاري السيفتي يكون اكس واي زد، استشاري السكيدولينج اتش كي اي، استشاري البروجكت مانجمنت تحديد هيكون بغض النظر هيكون اي اسم من المفروض انه كويس يعني. والاعمال هي الاعمال البيرمننت وورك، والكونتري هي الكونتري اللي بيتعمل فيها العمل او نصف من العمل، معظم العمل. عشان انت ممكن تكون بتعمل شغل ما بين السعوديه والكويت والامارات، فالاكثر الاعمال فين؟ هي السعوديه، وانت عقدك في السعوديه او الكونتري هي السعوديه، الكلاينت هي العميل وخلفه القانونيين واي اشخاص يمكن التنازل له، مع انه ما ينفعش يتنازل الا بموافقه الطرفين، ولكن هو ده الكلاينت. الكونسلتنت هو الاستشاري، هو اللي مطلوب منه يؤدي هذه الخدمه. الفيديك بيترجموها بالفرنساوي، اللي بيعرف يقرا فرنساوي فيدريسيون، انت خليها بالانجليزي انترناشونال دي انجينير كونسل، ذا انترناشونال فيدريشن اوف كونسلتنج انجينير. النمره 1/10 ولا 1/11 بدايه العمل. ما هو بدايه العمل؟ بدايه التنفيذ. دايما هنلاقيه بعد شويه كده هو اللي يتفق عليه في الابندكس، تايم فور كومبليشن، مده التنفيذ. اتفقنا الاستشاري هيصمم لنا المشروع ده في 3 سنين، اليوم هو الكالندر داي، والسنه هي 365 يوم. الكلام ده بيفرق كتير يا باشمهندسين، الكلام ده بيفرق كتير. ريتن اور ان رايتنج تعني يتفق معاك اهو من دلوقتي، لما تلاقي وانت بتقرا الفيديو ريتن اور ان رايتنج بتعني انها مكتوبه بالهاند رايت بالتايب رايتر او مش مهم تكون بالكمبيوتر، ممكن تكون بخط الايد، مش هتفرق. الكلام ده بيساعدك ان زي ما انا بقول لحضرتك لا تتعرض للجنرال كونديشن، لا تكتب شيء في الجنرال كونديشن، ما تشيلش بند وتحط مكانه بند او تكتب جملتين جوه بند. عندك تعديل روح للبارتيكولر كونديشن. لو عندك تعديل هتعمل ايه يا باشمهندسين اللي فهمنا مع بعض؟ هنرجع هنا مالناش دعوه بده خالص، لينا دعوه بده. هندخل على البارتيكولر كونديشن ونكتب متى نشاء، سواء في الجزء ده اللي اوريدي بيقول لي في الجنرال كونديشن روح لدي، املى هنا، املى الفراغات هنا، او بنود جديده خالص، بارت بي اديشنال كلوز. يبقى يا ريت نكون كتبنا في الاجنده قاعده عامه ممنوع التعامل مع الجنرال كونديشن الا الاستفاده، التوجه الى البارتيكولر كونديشن عشان املى ال 100 جنيه وال 500 جنيه وال 1000 جنيه. ده تعريفات. دي تعريفات تاني، الديفينيشن. الاجريمنت يعني ايه؟ هي الاتفاقيه اللي هتتم بين المقاول، عفوا، بين الاستشاري والمالك. الابندكس يعني ايه الابندكس؟ سكوب اوف سيرفيس نمره 1، شفناها شويه في الاستراكشر، شفناها في السكيلتون. نمره 2 بيرسونال اكويبمنت فاسيلتيز اند سيرفيسز اوف اذرز to be provided by the client. Services of others يعني ايه؟ يعني انت ممكن يكون الراجل اللي بيعمل الجيو تكنيكال ريبورت اساسا تبع المالك، ماليش اي علاقه بيك كاستشاري غير كوردينيشن،
فالمالك هيقدم لي السيرفيس دي من مصدر ثالث، شركه الاساسات العربيه، هو ده السيرفيس باي اذر. طبعا نفس الكلام في الكوبمنت فاسيلتي الكلام نمره ابندكس 3. هندفع ازاي؟ بدل الاتعاب والدفع، ريميونريشن الاتعاب، بيمنت الدفع. ابندكس 4 تايم سكيدول فور سيرفيس، تايم سكيدول فور سيرفيس، الخدمات هنأديها ازاي؟ سهل علينا وانا اتكلمت فيها من شويه. هنبتدي بقى يا باشمهندسين، انا دايما بتكلم من ادفانس، هنبتدي نكتشف في كلام يا بيتكرر يا انا هقول انا قلته خلاص. عشان كده قلنا ربع ساعه، اللي عايز يسال سؤال ربع ساعه خلصت، اللي كان عايز يسال سؤال ممكن يسال، يكون سال يعني عشان يبقى معايا اون ذا ليفل اون ذا كومن بلاتفورم. بنعمل مع بعض كومن بلاتفورم عشان عملنا مع بعض كومن بلاتفورم عشان نتوجه ليها. معنى المشروع، معنى الخدمات، ما هي الخدمات؟ هي الخدمات اللي مكتوبه في السكوب اوف سيرفيسز، لا اكثر ولا اقل. هي الخدمات اللي مكتوبه في الابندكس اللي بيتكلم عن ابندكس رقم واحد اللي احنا مسمينه سكوب اوف سيرفيسز. اللوكال كرنسي هي العمله اللي في البلد اللي انت فيها، في بلد المشروع اللي احنا اتكلمنا عليها. اللوكال كرنسي هي الكرنسي بتاعت الكونتري اللي عرفناها من شويه، اما الفورين هي اي عمله اخرى. الاجريد كومبنسيشن المبالغ الاضافيه اللي بنتفق عليها مع بعض كتعويضات. ممكن اكتب في الريميونريشن اند بيمنت، كاتب انا في البارتيكولار كونديشن او في الابندكس ده، كاتب ان انا ممكن ادفع اكس ريال عندما يتاخر المالك في كذا وكذا، او غرام التاخير عندما يتاخر الاستشاري في كذا وكذا. ممكن اكتب الكلام ده في الريميونريشن اند بيمنت، بس دي بتكون مركزه اكتر على ان المالك اللي هيدفع مش الاستشاري اللي هيدفع. Agreed compensation. بعد كده interpretation بيقول لك ان العناوين لا تعني شيء، لا تلجا الى شيء، لا تلجا للعناوين، لا تستعمل العناوين او الهوامش، زي الفيديو الاحمر، زي اي عقد. الحاجه الثانيه المفرد هو الجمع، كل دي حاجات جراوند رول. كل العقود كل المستندات تؤخذ انتجريتد وتترجم بعضها بعض وتفسر بعضها بعض. وهنا عندنا مشكله في الفيديك اللي انا بتكلم عنه النهارده، الفيديك 4 اتحسنت في الفيديك 5 اللي هو فيفث اديشن 2017، عشان البريورتي اوف دوكيومنت والاوردر اوف بريسيدنس مش واضح كتير في الفيديك 4 ولكن اوضح في الفيديك 5. هنا بيقول لك ما معناه ان احدث وثيقه shall prevail. احدث وثيقه last to be agreed هي shall prevail. طب احنا عارفين ان الاجريمنت بتتوقع اخر حاجه فهي اللي هتثبت، بس ما قاليش كويس احنا هنتعامل ازاي مع بقيه الدوكيومنت. وورد اللي بيتكلم عن مذكر هو بيتكلم عن مؤنث، اللي بيتكلم عن جمع هو بيتكلم عن مفرد. لما يقول لك اجري يبقى كلمة أجري في العقد، يعني الاثنين وقعوا على الورقة. Both signed on that agreement. لما نقول اتفق الطرفان على أن يتم خلال تنفيذ المشروع، طبعا الاستشاري والمالك عملوا محضر اجتماع واتفق الطرفان على أن يتم تسليم هذا المخرجات خلال شهر 15 يوم من تاريخه أو خلال شهر من تاريخه، فهذا يعني أن احنا الاثنين نوقع على هذه الأجريمنت. الاتصالات، في الاتصالات هنتكلم عن هيكون كتابيه الشفوي، يؤكد كتابيا بالاسلوب اللي اتفق عليه الكوميونيكيشن بلان او الكوميونيكيشن بروتوكول. كل ده بيسجل في العقد. القانون القابل للتطبيق واللغه هي اللغه التي اتفق عليها في الاجريمنت.
والعقد هو والقانون هو القانون القابل للتطبيق على هذا العقد. لو انت في علاقه مدنيه، لو انت في علاقه تجاريه، فانت عندك قانون تجاري او قانون محلات او قانون مناقصات، كل حاله بحالها. كلمه القانون قابل للتطبيق دي توجد مشاكل كتير لو انت تغاضيت عنها وما خدتش بالك انت بتكتب العقد واكدت على انك بتطبق القانون القابل للتطبيق داخل جمهوريه مصر، داخل الكويت، داخل السعوديه، داخل البلد اللي انت فيها، او ايا كان التطبيق عشان الفيلم يروح بعد كده لتحكيمه. ممكن تلاقي نفسك دخلت في قوانين قابله للتطبيق غير اللي انت اتفقت عليها بكل وضوح. اذا تغيرت الظروف change in legislation بعد توقيع العقد، بعد توقيع العقد هذا الفيلم برضه انا واخد عليه ملحوظه انه لم يتكلم عن تاريخ فتح مزاريك، ولكن بيقول لك بعد توقيع العقد. اذا تخيلت القوانين في البلد اللي انت بتشتغل فيها او بلد تؤثر على على الاعمال، يبقى انت محتاج ادجستمنت بواسطه المالك. يعني عايز تقول الاستشاري ليه حقوق ممكن يسترجعها. الاساينمنت والسب كونتراكت ممنوع تعمل اساينمنت او سب كونتراكت الا بموافقه الطرفين، او لو انت استشاري يبقى موافقه المالك، ما عدا موضوع الاذر ذان ماني. يعني انت ممكن تعمل اساينمنت للبنك وتاخد موافقه للمالك من المالك لازم، ونوديها للبنك نقول له المالك وافق فيعمل اساينمنت للدفعات. These are partial assigned obligations بدون موافقه الطرفين. الالتزامات لا ما ينفعش كاستشاري تقوم مكلف سب كونسلتنت وتقول كده انا ريليف بنقلت الريسك كامل الى الـ الى الـ الى السب كونسلتنت. طبعا لازم موافقه المالك. في عباره عامه عايزين نحفظها، مبدا الناس اللي بتمارس العقود هتعرف المبدا ده. اني اجريمنت، اني كونسنت، اني ابروفال، عايزين نكتبها دي عشان دي ممكن انا ابتدي افكر فيها بعد المحاضره. عندي مشاكل كثيره في الموقع، المبدا ده هو ده اللي هيحل لك او هيديك ادراك للمشكله اللي انت فيها والسبب فيها والحل القانوني بتاعها بيكون ازاي. المبدا الاساسي هنا ان مفيش حاجه اسمها الموافقه الاستشاري يرفضها بدون سبب، الملك يرفضها بدون سبب، الاتفاق اي اتفاق مطلوب موافقه الطرفين ما ينفعش واحد فيهم يتعنت بدون سبب. يقول لك بالانجليزي unreasonably withheld، ممنوع انك توقفها او تمنعها بدون سبب واضح. الكوبي رايت ليها بند مخصوص جوه، الانتلكشوال بروبرتي ليها بند مخصوص جوه. الكلام ده بيتحكم كويس في العقود الاجنبيه ومنها عقد الفيديك. بعد كده النوتيس، امتى تكون مجبر تعطي نوتيس؟ للتايم بار كلوزنج، في سام تايم بار كلوزنج وكونديشنال بريسيدنت كلوز زي اللي تشينجز مثلا او تشينج ان سيركمستانسز. ال 4.5 اذا ما كنتش تدي اجباري عليك كاستشاري تبلغ immediately، تبلغ المالك بتغير الظروف، حاجه زي الكورونا مثلا. النوتيسز النون الكترونيك تربينا النون الكترونيك فورمز اند ويل تيك افكت فروم ذا ستيب. النوتيسز ده ما ينفعش بالايميل، ما ينفعش بالايميل، لازم تكون مكتوبه وسيحتسب تاريخها من تاريخ استلامها. يعني المالك بعتها للاستشاري بينزله او بيديله اخباريه معينه لما الاستشاري يستلمها باسلوب الاستلام اللي في القانون المدني. لما يستلمها يبقى ده افكت اوف ذا نوتس، يقول لك ايه؟ اعطي نوتس اربع قبل اربع ايام من رفضك لصرف المستقبل، مش بعد كده. فانت لازم تعمل النوتس وتوصلها للاستشاري تقول له انا مش هصرف المستقبل بتاعك للاسباب 1 2 3 4 ولازم من اسباب الريزنبل جاستيفايد. الكلام ده يكون قبل اربع ايام. طب النوتس دي هتعدي بيها من امتى؟ من تاريخ استلامها. الاستشاري يمكن ان يصدر البابليكيشن، يمكن ان يصدر اصدارات مختلفه خلال سنتين سواء بعد المشروع او خلال المشروع.
ولكن المالك لازم يعتمد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يعني الاستشاري ممكن يصدر دعايه، ممكن يصدر بيبر، ممكن يصدر بيبر تبلش بيبر، ممكن يصدر تقارير زي اللي بنشوفها من اركيدس ومن تيرنر، بشوف لهم تقارير كويسه عن بعض المشروعات، ديلي اناليسيز، كليم، كونتراكت مانجمنت، بشوف لهم اصدارات كويسه. الكلام ده خلال سنتين، وفي نفس الوقت لازم نوقف المال. الفساد والاحتيال بقى، الفساد والاحتيال ده شيء ممكن يعمل ترمينيشن، ايميديت ترمينيشن في اي عقد، في اي مشروع، سواء في المقاولات، في التجاره، في الكونسلتيشن. حسب القانون اللي موجود، في قانون يقول لك ان ده احتيال، وفي قانون يعتبره مش احتيال، ده يعتبره قانون يعتبره كوربشن، وده يعتبره نورمال براكتس. فانت لازم تعمل كومبلاي اول ابليكابل لوز، والقواعد والريجستريشنز والستاتيوس والادجيديكيشن الابليكابل في المكان اللي انت بتشتغل فيه. زي عهد المقاولات السعودي وعهد المقاولات المصري، بيقول لك ان الاستشاري بمعنى اصح المقاول او الاستشاري لن يعرض رشوه، ولن يعرض اي نوع من انواع الهدايا سواء كبيره سواء صغيره، الا لو كان حسب البيست براكتس في هذا الكلام في هذا المكان. واذا في نفس الوقت جاله طلب من اي موظف رسمي، يجب ان يبلغ فورا ان في موظف رسمي عايز فلوس غير مستحقه، رشوه او اي نوع من انواع الفساد. يعني بمعنى اصح، انت كاستشاري لا تعرض رشوه او تعرض اي نوع من انواع الهدايا، واذا اتصل بيك حد من جهه حكوميه او مالك عرض عليك شيء او طلب منك هديه، انت لازم تبلغ فورا، عشان ده بيبقى من احد اسباب التيرمينيشن مشروعك اذا ثبت عليك بعد التعاقد. تاخد المشروع تو بي ترمينيتد ايميديت وتزود ايد النصر. الانفورميشن هنبتدي بقى بالكلاينت. خلصنا نمره واحد التعريفات والتفسيرات والليجند، رايحين دلوقتي على الكلاينت. ما هو الكلاينت؟ عرفنا ما هو الكلاينت، هو صاحب المهمه المطلوبه اللي هيؤديها الاستشاري حسب السكوب سيرفيس بمبلغ معين في تايم فريم معين. الانفورميشن الكلاينت عيب كبير في الفيديك كور، في الفيديك كورس اديشن، هنا اسمه فيديك كورس اديشن مش فور، الفيديك 2006 الابيض، في عيب كبير جدا بيتكلم عن ان جميع المعلومات يقوم ملزم المالك بتسليمها للمقاول للاستشاري حتى لو ما طلبهاش الاستشاري. الاستشاري هو يقدر رياكتيف ويقدمها للمالك مجبر وبدون كوست، يعني فري اوف كوست. طبعا الكلام ده يعني بيخلي الاستشاري مجرد رياكتيف وفي اوبليجيشن على المالك، ويرجع يعمل الاستشاري كلين يقول له انت اللي ما اديتنيش المعلومه. الفيديك 5 عملها امبروف لذيذ جدا، قال لك الاستشاري يطلب اللي هو عايزه واحنا حسب المتوفر نبقى نزوده. القرارات طبعا القرارات تكون مكتوبه، والاستشاري يجب ان يجاوب المقاول في الوقت المناسب اللي مكتوب في مجال عمله واللي مكتوب في مجال عمل المقاول، والمالك ليه حدود في الابروفال، والاستشاري ليه حدود في الابروفال. بمعنى اصح الاستشاري مش مفوض بكل اعمال المشروع في ليميتيشن بالذات او خاصه في التشنج والكليمز. في اطار زمني للتعامل بين المالك والاستشاري والمقاول، المقاول ليه حق على الاطراف ان يستقبل تعليمات الاستشاري خلال مده معينه. يعني لما المقاول بيقدم لك شوب درون انت بتعتمدها في اكس يوم، مكتوبه في عقدك ومكتوبه في عقد المقاول. لو عندك ماتيريال ابروفال لازم الملك هيتدخل
فانت عليك واي يوم واي داي، والمالك عليه زد داي واي زائد زد يساوي رقم موجود اوريدي في عقد المقاول مش اكتر. لو قلنا حتى 15 يوم للمقاول يقدم ماتيريال ابروفر وياخد الاجابه في اللحظه دي او في الحاله دي بيكون المالك ليه ليكن 4 ايام والاستشاري ليه 11 يوم او 5 و10، المجموع 15 هي اللي في عقد المقاول. الاسيستنس التعاون اللي المفروض يقدمه المالك للاستشاري في الاوراق الرسميه، في الجوازات، في الجمارك، في الضرائب، في التصاريح، في تسهيل دخول معدات، في تسهيل دخول خامات، تسهيل دخول اشخاص. الناس اللي اشتغلت في الخليج متعوده على الكلام ده. وعن في اسيستنت تاني، في جمارك او في استيراد لبعض المعدات بيطلبها الاستشاري بيجيبها. المعدات دي الرسوم حسب ما يتفق عليه غالبا على المالك. ثانيا الاشخاص اللي بتيجي الفيز ورسومها على المالك ولا على الاستشاري على حسب الاتفاق. تسهيل دخول وخروج المعدات والاشخاص، اذا دخلت المعده والمالك دفع الرسوم ممنوع ترجع المعده لبلد ثاني. لو كان ايطاليا، استشاري جاي من ايطاليا جاب معدات معاه، الملك دفع رسومها للجمارك، ما ينفعش الاستشاري بعد ما يخلص ياخدها ويرجعها ايطاليا الا لما يدفع ثمن الرسوم اللي اتدفعت للمالك. وما ينفعش يبيعها داخل الكويت ولا داخل السعوديه الا لما ياخد اذن من المالك. client financial arrangement، خلال 28 يوم من طلب الاستشاري المالك لازم يظهر للاستشاري ازاي هيدفع، هيمانج الفاينانشال ارينجمنت خلال مده المرتب. ولو في اي تغيير جوهري عند الماوس، اي تغيير جوهري لازم يبلغ بيه الاستشاري. يعني انت كاستشاري المفهوم بتاعها انك بتشتغل وانت مطمن ان فلوسك اوريدي محفوظه لدى المالك وعنده فاينانشال ارينجمنت هيدفعها لك. الكلوز 2.5، نسال كده لو في حد عنده استفسار يا باشمهندسين. مفيش. equipment and facilities، المعدات اللي هيدخلها المالك free of cost، هيوردها المالك free of cost للاستشاري حسب الاتفاق. هو اكد له ان هو اللي هيجيب جنريتور في الموقع عشان السايت اوفيس، او هو اتفق معاه هو اللي الملك اللي هيجيب السايت اوفيس، او الملك اللي هيجيب كمبيوترز اند لابتوب، فهو دي هيقدمها الملك فري اوف كورس. الكلام ده لاغراض الاتفاقيه مش لحاجه ثانيه خالص. الكلام ده مكتوب فين؟ في الابندكس 2، البيرسونال اكويبمنت facilities and services by other. زي ما اتكلمنا ان ممكن service by other by sub consultant للاساسات، ممكن equipment بالemployer على طول اللي هي مثلا كمبيوتر. في كمان حاجه اسمها personal هنشوفها بعد كده هنا في الكلوز القادم. supply of client personnel، قد يكون الملك اتفق مع الاستشاري انه هيحط 3 مهندسين متخصصين في تخصصات مختلفه يشتغلوا مع الاستشاري او يبقى كوردينيشن مع الاستشاري. الثلاثة دول هيقبضوا الراتب من المالك، ولكن يوافق عليهم الاستشاري ويوافق على كفاءاتهم، وفي نفس الوقت يسمع ياخدوا التعليمات من الاستشاري مش من الامبلوي مش من الكلاينت. الكلام ده بيبقى مكتوب في الابندكس 2. في اي ريبليسمنت للثلاث اشخاص دول ولا اكتر لازم يوافق عليها الاستشاري. لو الملك ما جابش الاشخاص البيرسونال اللي في كلوز في الابندكس 2 بيرسونال، الاستشاري ممكن يأمنهم وياخد المقابل المادي من المالك. خدمات الاخرين اللي هي ممكن تكون قبل خدمات الاخرين، عندي كلاينت ريبريزنتيف المفروض المالك او يمكن ان المالك يأمن ريبريزنتيف من طرفه عشان انا كاستشاري انسق معاه. بحتاج منه امور حكوميه كتير، بحتاج منه
تسهيلات، بحتاج منه اعتمادات، بحتاج منه يعني التدخل لدى بعض الجهات الحكوميه، بيكون هو ده الريبريزنتيف. طيب كلاينت الكلوز 2.8 بيقول لك سيرفيس باي اذر، سيرفيس باي اذر، ممكن الامبلوير يامن ثلاثه سب كونسلتنت او ثلاثه موردين لمعدات او ثلاثه سبلايرز لاي منتجات للمشروع لاي سبب، انا دوري كاستشاري ارتب معاهم ولكني لست مسؤول عن البرفورمانس بتاعه. الكلام ده بيفرق كتير، عشان احيانا بيجي لي كاستشاري خطاب من المالك بيسالني ليه السبلاير اللي انا معينه اتاخر او ما خلصت في ميعاده، انا برد عليه بقول له انا اثبت له رسميا I did the due effort the duly effort وهو اللي ما التزمش. بتسميها انك انت مسؤول عن المتابعه والتنسيق ولست مسؤول عن المنتج النهائي او البرفورمانس لهذا السبلاير. بيمنت اوف سيرفيس، طبعا المالك يجب ان يجهز، يبقى احنا قلنا هيعمل فاينانشال ارينجمنت وفي نفس الوقت هنعمل عنده التزامات الدفع. التزامات الدفع باختصار شديد بتكون ازاي؟ المالك بيدفع للاستشاري الفاتوره بتاعته او الانفويس بتاعته او الاي تي سي او المستخلص خلال 28 يوم من تاريخ تسلمها من الاستشاري، ياخدها كده 28 يوم. عايزين نحفظ البند ده ونذاكره كويس عشان ده بيفرق كتير وبيأخر شغل كتير. خلال 28 يوم انت كمالك بتراجع المستخلص اللي مقدمه الاستشاري، لو عندك ما عندكش فيه مشكله لازم تصرفه قبل ما يمر ال 28 يوم. طيب في اليوم ال 29 هيحصل ايه؟ في اليوم ال 29 انا كاتب اوريدي في البارتيكولار كونديشنز او في الابندكس كاتب غرامه يوميه او تعويض اتفاقي للاستشاري عند تاخير صرف الدفعات. يبقى ابتداء من اليوم ال 29 هيبقى عندي تجميع لغرامه عليا كمالك ب 100 ريال، 100 جنيه في اليوم او 200 جنيه في اليوم او 10 دينار في اليوم. المالك هيدفع 10 دينار في اليوم تراكمي لتاخير صرف المستقبل. هيرد عليا المهندس حازم، ما اعرفش ليه صوره المهندس حازم اخويا الصغير طالعه في ال هي هو بس اللي ظاهر كده. شرفنا طبعا المهندس حازم. هيرد عليا يقول لي طيب ما الاستشاري بيقدم مستخلصات غلط للمالك والمالك بيراجعها ويجب اخطاء وعايز يرجعها. يبقى انت لازم تعمل نوتس قبل مرور ال 28 يوم باربع ايام. في اليوم ال 24 ماكسيمم تبعت نوتس للمالك للمقاول تقول له في عيوب في هذه المستخلص، عيوب جزئيه، يا اما ترجعها له كلها في ماكسيمم 28 يوم، يا اما تقول له في عندك عيوب جزئيه في 30% من المستخلص في اخطاء انا مش هصرفها. ولازم تصرف له كمالك، انت قلنا 30% اخطاء، ال 70% من المستخلص يتصرف وال 30% هتبعت له دي اعتراضاتك الواضحه، اعتراضات justified objections، عندك اعتراضات مبرره تكتبها له وضوح وتبعتها له قبل مرور اربع ايام. طيب افرض الاعتراضات بتاعه المالك طلعت غلط يا باشمهندس، لو الاعتراضات بتاعه المالك طلعت غلط يبقى ال 30% من المستخلص بيعتبروا اتاخروا ويمشي عليهم البند اللي بيقول فيه المقاول يستحق غرامه تاخير او تعويض اتفاقي لعدم صرف المستخلص في موعده. واضحه موضوع صرف الدفعات يا باشمهندسين؟ الناس اللي متفاعله معايا لو سمحتم عايز اشوف علامه واحد المهندس حازم او المهندسين المحترمين الموجودين اللي واضح معاه كيف يصرف الدفعات يكتب لي واحد لو سمحتم.
ممتاز، متشكر جدا، متشكر جدا. بعد الدفعات عندي حاجة اسمها النمرة 3 بقى، هنروح للنمرة 3 السكوب اوف سيرفيس. السكوب اوف سيرفيس نطاق الخدمات عندي ثلاث انواع، عندي نورمال وعندي اديشنال وعندي اكسبشن. عندي النورمال اللي هي السكوب اوف وورك، عندي الاديشنال اللي انا اطلبه من الاستشاري اضافي، عندي الاكسبشنال اللي مضطر الاستشاري يعملها في بعض الحالات الخاصه. يبقى نقولها بتفصيل، نورمال اند اديشنال سيرفيس مكتوبه اوريدي في السكوب اوف سيرفيس. الاديشنال سيرفيسز هي متعلقه بالشيلد. الاكسبشنال سيرفيسز ار نوت نورمال سيرفيسز necessary to be performed by the consultant in accordance with clause 14.8 not exchange order. ليه not exchange order؟ بس هي exceptional services دي محطوطة غالبا عند مخالفة المقاول، غالبا عند مخالفة المقاول. يعني ايه؟ يعني في حالة termination، في termination اتعمل للمقاول for default، عفوا للاستشاري طبعا، بنقول للمقاول يا جماعه انتوا تكونوا فاهمين ان انا اقصد الاستشاري. فور ديفولت في ترمينيشن، فبيضطر الاستشاري يعمل اكسبشنال سيرفيسز فري اوف كوست على حساب المقاول الاستشاري وليس على حساب المال. ديوتي اوف كير اند اكسبشنال اكسرسايز اوف اوثورتي. ايه هي الديوتي اوف كير اند اكسرسايز اوف اوثورتي؟ البند ده مهم جدا، عشان كده انا جبته. خلينا نكبره الاول كده، جبته بالعربي وهكبره يغطي كل السلايد. نقرب العربي مع بعض بسرعه مش مهندسين. دي بالاحمر، البند اللي بالاحمر ده مش مهندسين بالرغم. بالرغم من اي امر اخر، الكتابه واضحه ان شاء الله مش لازم اكبر. بالرغم من اي امر اخر وارد في هذه الاتفاقيه او اي مطلب قانوني الدوله، كلنا بنعرف مين العربي طبعا، بتكلم عن الديوتي اوف كير. طيب يعني ايه الكلام ده يا باشمهندسين؟ ليس عليه مسؤوليه اكثر من ممارسه المهاره المعقوله وبذل العنايه والاجتهاد في اداء التزاماته القانونيه. الكلام ده هو الفيزيك فورس اديشن، والكلام ده was questioned by the practitioners. الملاك اعترضوا وقالوا هذا الكلام لا يكفي ابدا، لازم نتكلم عن مستوى المشروع وتعقيدات المشروع ومستوى الاستشاري. يعني الاستشاري اللي انا اتفقت معاه فيرست كلاسيفيكيشن، المشروع اللي انا بتعامل معاه ميجا بروجكت، غير الاستشاري اللي تصنيفه اقل والمشروع اللي اهميته اقل. الكلام ده تم معالجته في الفيديك الجديد برضه، وزود كلمتين اللي ياخدوا في الاعتبار مستوى العمل، مستوى الاستشاري، أهمية المشروع، تعقيدات المشروع، مش بذل العناية والاجتهاد بدون تفصيل. الكلام ده جينيريك لا يكفي. عايزين ناخد بالنا من الاختلافات اللي ظهرت، عشان دي ويك بوينت، عشان لو انت حتى هتشتغل على الفيديك فور تبقى عارف ان دي تحسينات حصلت في الفيديك فيديك فورث اديشن. في تحسينات حصلت من الفيديك 5 اديشن ممكن تستعملها بالرغم من انك شغال فيديك 4 اديشن.
اوكي باشمهندس احمد اتفضل. مهندس احمد ابو زيد عنده سؤال. كنت عايز اعرف بس يا دكتور يعني ايه المغزى او ايه الحكمه من الماده دي، يعني عايزه تقول ايه؟ هو طبيعي ان الاستشاري دوره ان هو يبذل العنايه ويبذل مجهوده، يعني الماده دي موجوده علشان تقول ايه او عشان تستثني ايه؟ ليه نكتبها يعني؟ يعني ايه مغزاها، او عايزه تفرض ايه على الاستشاري، او عايزه تحفظ حق المالك او حق الاستشاري في ايه؟ مع ان هي يعني الكلام معناه هو حضرتك المهندس بتقول من الطبيعي او المعروف ان احنا الاستشاري يبذل العنايه بالغ العنايه المهنيه، صحيح حضرتك بتقول كده مظبوط؟ صحيح. طب ممكن توضح لي ليه بتقول كده، او عرفت منين لو الملك، لو انت الملك بتقول للاستشاري كده هيقول لك طب ليه يا فندم انا مين اللي قال ان انا اعمل كده؟ هترد عليه تقول له ايه؟ يعني اظن دي كل الاعراف الهندسيه، هتقول له قانون الهيئه السعوديه للمهندسين، هتقول له ارجع لممارسه المهنه عند نقابه المهندسين المصريه، هترجع الى القانون الواجب للتطبيق. مظبوط. هترجع للقانون المدني المصري، القانون المدني الكويتي. كلامك صح تماما، بس في احيانا امور اساسيه لازم نستدعيها من القوانين ومن التنظيمات في البلد اللي انا بشتغل فيها واحطها في العقد. منها الانشورنس، منها ان الملك لازم يدفع الفلوس. هو يعني الملك ممكن نعمل العقد وما نكتبش ان الملك هيدفع الفلوس؟ طب ما هو لازم هيدفع الفلوس، بس انا بكتب له كده. فاولا قانونا انت مضطر تكتب الكلام دوت. ثانيا عشان ما تضيعش وقتك مع احد الاطراف الغير محترف جدا انه يقول لك فين المكتوبه دي؟ فين المكتوبه دي؟ بعدين انا عايز افكرك ان اللي جوه العقد بيتحسم اسرع بكتير من اللي انت جايبه من القانون. يعني لو جايب القانون نفسه ومكتوب فيه اوضح من العقد بكتير، الطرف المقابل الكونترا ذا بارتي ان ذا كونتراري دايما بيعترض عليك، يقول لك لا انا فاهم العقد ده فقط، انا معايا العقد ده، فهمني لو سمحت فين جزئيه ان الاستشاري يجب عليه بذل العنايه الفائقه. احنا ممكن نطلع بره العقد ندور ما هي العنايه الفائقه، ولكن اتليست نوضح لاطراف العقد ان انت ملزم يا استشاري تبذل العنايه الفائقه، وانت يا مالك اعرف ان من حقك على الاستشاري ان يبذل. يعني ايه؟ يعني كل ما يسلمك الورقه دي بتكون ديولي ريفايل، ديولي ستادي، ديولي سكروتينايز. ما ينفعش يقدم لي ورقه يقول لي اصل انا قريتها بسرعه. لا، انت الاستشاري، ما انت مش عليك تقرا بسرعه، انت عليك تفتكر البند 3.1.3.1. شكرا لسؤالك يا باشمهندس. شكرا يا دكتور. ويا ريت لو توضح لنا زي ما حضرتك قلت ان احنا ممكن نخرج من الفيديو عشان نعرف ايه هي العنايه الفائقه، هل فعلا ذكر ليها حد او ليميتيشن بمعنى كلمه العنايه الفائقه؟ في ليميتيشنز اوف ليابيلتي جايه هنستفيد شويه في الجزئيه دي، وكمان اتعدلت في الجزء النهائي الفيديو الفيرجن الاخيره الجديده 2017. جزاكم الله خير. تمام، الله يبارك فيك. لما يكون الاستشاري عايز يمارس بقى صلاحياته، اكسرسايز باور اوف ذا انجينير. فاكرين الباور اوف ذا انجينير في الفيديك 4 وفي الفيديك سوري في الفيديك ريد فيديك واليلو فيديك؟ لما يكون الكلاينت مطلوب يعمل باور لعقد ليس الكلاينت طرف فيه، ليس الامبلوير طرف فيه. الكلام ده الناس اللي متابعه معايا تاخد بالها ان الكلام ده بيتكلم عن المقاول. الكلام ده بيتكلم عن المقاول. Where the services include the exercise of power. يعني الملك اداك باور في عقدك دوت، بيقول لك تعمل مع المقاول 1 2 3، سواء هو المقاول العام للمشروع، سواء هو توريدات فقط، سواء هو اقل اكثر، ستراعي
انه من حقك التاج يو مي از كونسلت تاخذ في الاعتبار الثيرد بارتي او الكونتراكت الجديد اللي بين المالك وهذا الثيرد بارتي او هذا الطرف الغريب. الصلاحيات اللي هتمارسها لما يقول لك تتعامل مع مقاول الاساسات، الصلاحيات اللي هتمارسها لازم انت اوريدي تكون عاجباك وموافق عليها، يا اما تكون اوريدي مكتوبه لك في السيرفيس في سكوب اوف سيرفيس. يبقى انت الصلاحيات اللي داخل بيها على المقاول يا اما مكتوبه لك يا اما بيعطيها ليك الملك جرادولي. لو ما كانش الكلام ده على عقد محدد في السكوب اوف سيرفيس بيتكلم عن جنرال كونتراكتور، بيتكلم عن سب كونتراكتورز هنا، فبيديك صلاحيات انت توافق عليها. لما يكون عندك صلاحية تسيرتفاي تعتمد أو تقيم أو تقدر أو تديترمن أو تعفي قرار، فأنت هنا professional party. You are only third party مقدم professional advice وليس زي ما بيسموها إيه arbitrator. يبقى أنت علاقتك مع المقاول في تدك الأحمر أنت لست أربيتريتور خالص، أنت مجرد independent professional exercising judgment with reasonable skill. نفس الجملة بتاعت ال duty of care وال reasonable care وال reasonable skill والديولي skills، كل دي تعريفاتها بتيجي من ال standard practice، بتيجي من القانون القابل للتطبيق، بتيجي من احكام القضاء يا باشمهندسين. فما ينفعش الاستشاري المالك يطلب من الاستشاري انه يعمل مجهود يعني مستوى الدقه زي السكس سيجما مثلا. لما يكون متفق على السكس سيجما بيكون محدده، انما لما تقول لي اراجع مستقبل واشتغل بيه انا على مستوى مثلا دقه 99 و9 دوري 3 دوري كفايه قوي، ما تطلبش مني 6 دوري عشان دي ما بقتش ريزنا بالكتاب. لو من حقك كاستشاري تعمل فاريشن، لو من حقك تعمل الهايلايت ده، لو من حقك تعمل فاريشن حضرتك ما ينفعش تعمل فاريشن الا لما ترجع للمال. زي بالظبط شغل الكونستراكشن احنا عارفينه، املاك الكلاينت بروبرتي يعني املاك المال الكلاين هي اللي وردها المالك للاستشاري حسب الابندكس 2، حسب ما مكتوبه بالابندكس 2 المالك مضطر يقدمها. البيرسونال اللي قلنا عليهم المالك لازم يقدم البيرسونال اللي قلنا عليهم اللي لازم يكونوا بالكفاءه اللي يوافق عليها الاستشاري، والاستشاري هو اللي يشغلهم او هو اللي اسمع كلامه هو، ولكن الكوست باي ذا امبلوير. الريبليسمنت يكون بموافقه الاستشاري، لو المالك عايز يغير واحد يغيره بس يقدم واحد كومبارابل لهذا اللي هيتغير. دي في البند 3.7 هنلاقي كلمه كومبارابل اهي عند الريبليسمنت. ذا كوست شال بي بورن باي ذا كونسلتنت اكسبت وير ريكويستد باي ذا كلاينت. البيرسونال بتاع هنروح بقى للبيرسونال بتاعت الكونسلتنت نفسه. البيرسونال بتاعت الكونسلتنت حضراتكم كلكم اشتغلتوا استشاريين، الاستشاري بيقدم الستاف بتاعه فور ابروفر من الكلاينت، الكلاينت بيختار الكومبتنسيز التعاقديه، ده خبره 10 سنين، ده خبره 15 سنه، ده خبره 20 سنه، شفت في الكويت خبره 25 سنه. المطلوب يكون الموظف معاه بكالوريوس مدني، معاه بكالوريوس ميكانيكا، معاه تي ام بي، معاه شارتر انستيتيوت اربيتريشن، معاه ريكس، معاه اوتو ديسك، الخ الكومبتنسيز دي بتتقدم. المالك قد يطلب من تي بيرسونال انترفيوز، الانترفيو لو نجح الموظف يتعين، الموظف ده بعد ما يتعين لازم يشتغل في الديو ديليجنس باجتهاد كامل. إذا رأى المالك إنه يغيره من حق المالك يغيره مع إبداء أسباب واضحة، التغيير مع إبداء أسباب على حساب
الاستشاري، التغيير بدون اسباب، ابداء اسباب يكون على حساب المالك. اخر بند اهو، كلاينت شاردين ذا كوست اوف ريبليسمنت انليس اجريد ان هو عامل مس كونداكت او انابيليتي. يبقى التغيير بدون سبب يبقى على حساب المالك، لو بسبب زي مس كونداكت فعل فعل مش ناجح زائد او عدم القدره على البرفورمانس، فده بيتغير على حساب الاستشاري. commencement completion variation and termination، ده بند كبير قوي وعريض جدا. تبتدي فايف في الفيش اديشن اتغير الى بندين الى اثنين كلوز. نفاذ الاتفاقيه، نفاذ الاتفاقيه من ايهما لاحظ اخر توقيع على الاتفاقيه او letter of acceptance. يبقى المالك اصدر اليوم letter of acceptance، بكره وقعنا على الاتفاقيه، يبقى النفاذ الاتفاقيه من بكره مش من اليوم. بس الاتفاقيه دي طبعا احنا عارفين if any، عشان احيانا ممكن نكتفي بالليتر اوف اكسبتنس. الكومنسمنت، الكومنسمنت بيتفق عليه وممكن يتكتب في البارتيكولار كونديشنز، نقول ان الكومنسمنت خلال 14 يوم من التوقيع على الاتفاقيه، وممكن اسيبه اوبن، ويفضل ان انا اسيبه اوبن، الناس ما تستعجلش. دي توصيه جديده، بدء تنفيذ مشروع الاستشاري يجب ان يقوم بكامل الارتياح بين الطرفين. ما تفرحش انت كامبلوير عايز مديرك يقول لك اه تمام، تقول لمديرك تمام انا وقعت الاتفاقيه وابتدى عقد الاستشاري من بكره. لا، احيانا الاستشاري محتاج بعض المهله للموبيلايزيشن، وانت كده بتفتح مشكله في القرارات ومشكله في الموبيلايزيشن، وما يبقاش المالك عارف يسيطر على الموبيلايزد بيبول من الاستشاري، سواء في مشروع تصميم او في مشروع اشراف على تنفيذ. فانا في يوم من الايام جالي خطاب ان موظفين الاستشاري المالك، جالي خطاب ان موظفين المقاول الاستشاري عفوا قد بداوا العمل من شهر ونص. طب انا ما شفتش حاجه من شهر ونص، مين يثبت ان هم حضروا؟ فين التيكو شيت؟ فين الشيت؟ فين الاتندنس شيت؟ فين البايومتريك؟ فين الاكسبتنس بتاع الموظفين؟ يعني بصراحه فلوس كتيره ممكن بتضيع على المالك، خاصه من المكاتب الاستشاريه الكبيره اللي المالك ما بيبقاش قادر يعارضها وعندها كونتراكت مانجر قوي، فتلاقي المالك بينهار احيانا امام الجهات الاستشاريه العليا. ده كومنسمنت. الفاريشن مش من حق الاستشاري، مش من حق الاستشاري طبعا ينفذ فاريشن الا بتوقيع مكتوب من المالك. المالك من حقه يطلب الفاريشن، الاستشاري لازم يقدم بروبوزل. قيمه البروبوزل هنا فيها حاجه جديده او لذيذه كده شويه تختلف عن الفيديو الاحمر او العود المتعارف عليها. قيمه تجهيز البروبوزل اللي انت هتعمله يا استشاري على تكلفته على المالك. The preparation and submission additional service، يعتبر additional service يعني هيقبض فلوس قيمه هذه اعداد هذا البريد. ال consultant shall not be required to comment the budget until client approved. ممنوع تشتغل كاستشاري وكمقاول ابدا الا بتوقيع من المالك. التأخيرات يستحق الاستشاري اي لو المالك تسبب في تأخير، وخاصة من خلال المقاول بتاعه، لو المالك تسبب في تأخير فإن التأخير يكون مدفوع الأجر أو extension of time لصالح الاستشاري. extension of time الاستشاري بيجي ازاي بصفة عامة؟ لأي سبب الكونستراكشن كونتراكت مع المقاول بيحصل له اكستنشن اوف تايم، فالاستشاري بيبقى متعاقد على اعمال بالشهر، عندي 10 موظفين في كل شهر، فبما ان الكونستراكشن بروجكت اتمدد، الكونستراكشن بروجكت اتمدد، يبقى انا كاستشاري مشروعي لازم يتمدد، فاقدم تكاليف. التكاليف اللي بقدمها دي بناء على الفيز اللي في الكونتراكت، الفيز دي بتقيم بالشهر تاني. عايز 10 مهندسين مدني و3 معماري و7 انسبكتورز هيشتغلوا 6 شهور زياده، المجموعه دي تكلفتها اجمالي كذا،
يقدمها للمالك، المالك يفاصل نيغوشييت يخفض العدد، يقول بلاش 10 مدني خليهم 9 مدني، خليهم 6 انسبكتور بدل 8 انسبكتور، ونتفق على مبلغ على عدد نهائي، دول اللي يتعمل لهم اكستنشن. اديشنال اي اعمال اضافيه اخرى يطلبها المالك، يطلبها المالك هتعتبر اديشنال وورك، من حقه اكستنشن اوف تايم، من حقه نت كوست. اهم من اهم البنود يا باشمهندسين، الناس اللي بتفكر تشتغل بالبيت دوت يفتكر البند 4.5، وعشان كده كتبته بالعربي برضه 4.5 تشينج سيركمستانسز، تغير الظروف، الظروف المتغيره، اذا تغيرت الظروف، اذا جت الظروف، نقراه بالعربي كده. وبرضه اللي عايز يسال فيها سؤال احنا موجودين. يبقى اول التزام، اولا الظروف تكون غير متوقعة، ثانيا الظروف تعيق عمل الاستشاري جزئي او كلي، او توصل لمرحلة الاستحالة. اول حاجة يصدر نص، you have to notify the employer by immediate notice. اذا تم تعليق بعض الخدمات فان المدة اللازمة لاتمامها، يعني مش عارف اجيب المعدات بتاعتي من الجمارك، مش عارف اروح الموقع العمل بسهوله، فان المده اللازمه لاتمامها لاتمام بعض الخدمات، هنا قلنا ايه حضرتك؟ جزئيا بعد تقديم الخدمات كليا او جزئيا، فان نروح من جزئيا هنا الى بعض الخدمات 4.5.2 يعمل ايه؟ يبقى المده الديستربشن اللي حصل للبرفورمانس الاستشاري ادت الى زياده مده التنفيذ جزئيا، فان هذه المده اللازمه يجب تمديدها حتى تزول هذه الظروف، نفس اللي حصل في الكورونا. طيب تمديد اسبوع باسبوع؟ لا، عندي 42 يوم ماكسيمم من حقك كمالك تفاوض فيها المقاول، تقول له انت عشان تعمل كومبليت ريموبيلايز محتاج كم يوم؟ يقول لك انا هديني 20 يوم، في ناس نزلت اجازات، هديني 30 يوم، في ناس مريضة عندي في عندها كورونا. ففي عندك المدة نفسها اللي تأخرها الاستشاري أو اللي أعيق عنها الاستشاري زائد 42 يوم مثلا. What about pacing delay؟ هنعمل إيه في pacing delay؟ pacing delay هو تخفيض السرعة، تخفيض سرعة تقديم الخدمات. إذا اضطر الاستشاري لعمل pacing delay أو لتخفيض سرعة عمله، اللي هي بمعنى صح برضو تمشي جنب جنب جزئيا دي او بعض الخدمات دي، اذا كان بيعمل بدل ما يروح عنده 20 انسبكشن في اليوم، الظروف الخاصه اللي حصلت دي اللي هي تشينج سيركمستانسز ادت ان يجي 3 مهندسين ما يعرفوش يخلصوا 20 انسبكشن، فبيخلصوا 15 انسبكشن، فهو مضطر لهذا تخفيض سرعه تقديم الخدمات، فيتم تقديم تمديد مدة الإتمام المتعلقة بهما حسب ما تتطلبه الظروف. يعني هو سيبها اوبن للمالك والاستشاري، عشان مش كل حاجة مهندس أحمد نقدر نكتبها في العقد بدقة. التخلي عن الاتفاقية أو تعليقها أو الترميشن. المالك فور كونفينينس عايز يقفل المشروع. المالك لأسباب مختلفة عايز يعمل سسبنشن للمشروع. بقرر تاني بقول المالك تاني عايز يعمل termination for convenience، او المالك عايز يعمل termination for default by the consultant. يبقى نتكلم الاول عن الجزء الاول 4.6.1، المالك من حقه يعلق العمل في ايام الكورونا او غير الكورونا، or terminate يلغي المشروع خالص لاي سبب، فيعمل نوتس خلال 56 يوم يقول انا هقفل المشروع ده خلال 56 يوم،
فالاستشاري في الحال في الحال يوقف المصاريف قدر الامكان mitigate the expenses minimize the expenditures. يعني ايه؟ يعني لو في ناس مثلا جايه مخصوص بعد 3 ايام لهذا المشروع وجايه من بلاد بره، انا اوقفها مكانها وبعد كده ارجع افكر في اي تعويضات مع المالي، ولكن ما اخليهمش يجي وبعد ما يجي اقول عايز ثمن تذكره وعايز ثمن فندق اسبوع قبل ما رجعتهم تاني ايطاليا. فاذا immediately كلمه صادمه ومقصوده في الكده to stop the services arrangement. طبعا arrangement مش خلاص جالي الخطاب النهارده ما اروحش بكره، لا، arrangement ترتيبات لوقت الخدمات زائد تقليل المصاريف. واللي دايما بختلف معاه في الكلينز بتاعتي هي كلمه تقليل المصاريف دي. يقول لي ليه الثلاثه جم من ايطاليا؟ ليه ما خليتهمش في ايطاليا؟ ليه الثلاثه عايز لهم مصاريف فندق ترجعتهم في نفس اليوم؟ وهكذا. السيرفيسز دي والبي ستوب بعد النوتس دي فاقرب فرصه ممكنه. وانت طبعا بما انك عارف كاستشاري ان العقد، لو انت بتتكلم في عقد حكومي، اللي انت كاستشاري عارف ان الحكومه مشاورها طويله، فانت لازم تتوافق معاها بالمدد الطويله التي بتتعامل معها الجهات الحكوميه في مينيمايز الاكسبندشر. يعني ما تبقاش عارف ان في قرار هيطلع خلال ست اسابيع وانت سايب نفس الكورس اللي في الماضي. 4.6.2 بتيجي بقى في التيرمينيشن فور ديفولت باي ذا كونسلتنت. اذا كونسلتنت از نوت بيرفورمينج او ويك او ضعيف او ان ديفولت او ان بريتش اوف ذا كونتراكت باي اني هاو، بتعطي له حضرتك نوتس بتقول له حيث وحيث وحيث وحيث. طبعا كلكم اساتذه في تسديد النوتس، عمل توضيح اسباب النوتس، اسباب التوجه نحو التيرمينيشن. If a satisfactory response is not received، يبقى انت بتعطي النوتس بتستنى الاستشاري يرد عليك في 21 يوم يقول لك انا كان عندي شويه مشاكل في البيرسونال وعدلت وضعي وجاني تحسين وضعي خلال 21 يوم. لو ما ردش عليك 21 يوم باجراءات مهمه ورد مقنع انت بتعفي من حق الطلب، من حق مي. هنا في فرق بين مي وشل. الناس تكتب عندنا اللي مش متعوده كلمه مي يحق للطرف. لو قلنا شل يبقى يجب على الطرف ليس بشد. احنا بنستعمل مي وشل. مي يحق للطرف ومي وشل يجب اجبار مش مصر. ممنوع تستعمل مصر لما تكون عايز تجبر وتؤكد سواء في خطاب او في عقد. استعمل كلمه شل. ده كونتراكت، ده كونتراكت شل دو 1 2 3. يبقى من داي 1 هنسميه داي 0 21 يوم نوتس المقاول الاستشاري يعدل وضعه وفي نفس الوقت يرد رد مقنع ليه لاسباب الفشل في العمل. نمره 2 خلال لم يستجب الاستشاري خلال اعمل نوتس جديده خلال 14 يوم مدتها 14 يوم يكون المجموع معايا 35 يوم من داي 0 يبقى التيرمينيشن دان. وزين 35 داي is not justified is not بعد 21 يوم مفيش response the client day my third may by further notice terminate agreement تماما خلاص. بعد 35 يوم من داي زيرو يعمل كمان notice جديدة ومر 35 يوم من داي زيرو يبقى عمل التيرمينيشن. طب افرض الكونسلتنت عايز يعمل تيرمينيشن امتى؟ في اكتر من حاله، منها على سبيل المثال الحاله في تاخير البيمنت. تاخير البيمنت لما ياخر البيمنت يبقى الاستشاري من حقه، او لما يبقى الامبلوير ان ديفولت الكلاينت ان ديفولت يبقى من حق الكونسلتنت يعطي نوتس للمالك يقول له انت في ديفولت بالامر 1 2 3
وبعد النوتس دي اذا لم يعدل الوضع يبقى الاستشاري يصدر كمان نوتس مدتها 42 يوم يقول له انا قدامي 42 يوم واسيب الموقع. طبعا لما هيسيب الموقع او لما هيقفل الاجريمنت تيرمينيت ذا اجريمنت كومبليتلي هيبقى ليه استحقاقات اخرى بقى ونروح للايه كونسلتنت كلينت بتاع هذه الحاجه. Or at his discretion without prejudice the right to terminate, suspend the performance whole and part for the scope of service. يعني ايه؟ يعني انت كاستشاري لو والله لو وراك شغل كتير في مكان تاني انت ممكن تعمل termination وتسيب المشروع وحقوقك كامله محفوظه. اما لو انت مجرد بس متخوف من الفاينانشال ارينجمنت للمالك فانت ممكن تعمل suspension. واذا عملت suspension هذا لا يكحد حقك الرجوع لاحقا وتقول انا هعمل ترمينيشن. ده كلوز 4.6.3 اللي احنا بنسميه ترمينيشن باي كونسلتنت. حسبت انا الايام معاك والموضوع في الاحوال الاتيه هو الترمينيشن لما 28 يوم يمروا للدفعه والانفويس ما اتصرفتش وزود ريتن contested part. يعني contested يعني اعتراض من المالك يقول له الفاتوره بتاعتك مش هتصرفها للاسباب الاتيه. لو ما ارسلتش اسباب عدم صرف الفاتوره يبقى انت ابتديت تتاخر. يستحق الاستشاري من يوم 29 المبلغ اللي مكتوب في الابندكس زائد اللي هو 100 جنيه 100 ريال 1000 ريال 500 ريال حسب البلد اللي انت فيها. الدينار الكويتي ال 1000 دينار في ال 100 دينار كتير جدا جدا. في بعض حراس الامن بيقبضوا 100 دينار واقل. اذا التيرمينيشن بيحق لك كاستشاري تطلب تعمل تيرمينيشن. نمره 2 او نمره بي لو الامبلوير هو اللي علق الخدمات حسب البند 4.6 والتعليق زاد اكتر من 182 يوم. الامبلوير علق الخدمات حسب 4.6 او الظروف اللي فاتت يا جماعه فاكرينها 4.5 اللي هي تشينج سيركمستانسز ساعتها انت لما تستشاري اتعلقت معاك 182 يوم يعني 6 شهور ويومين من حقك كاستشاري تمشي في اجراءات الترمينيشن. حد عنده سؤال في الترمينيشن باي امبلوير وترمينيشن باي كونسلتنت؟ الوقت مش في صالحنا فانا الامور العامه دي فساد الاحتيال ما فيهاش جديد. اكسبشنال سيرفيسز قلت لك من شويه هتكون انت هيكون لما انت تكون عليك ترمينيشن باي امبلوير باي كلاينت هتعمل انت اكسبشنال سيرفيس. لو اكسبشنال سيرفيس for convenience of the employer of the client انت هتاخد فلوس time and the cost. لو كان for default اللي فات ده يا باشمهندسين termination by sorry ده the consultant is not informing وبنتكلم for termination by consultant by client for default of consultant هيكون انت without time and the cost. هتعمل exceptional services هتلم ورقك هتدفع ايجارات تقفل مشروعك عشان انت اللي اوريدي ان ديفول. ذا بيرفورمنس شال انتايتل عموما شال انتايتل اكسبشنال سيرفيس شال انتايتل ماني اند كوست اوفر تايم للعماله نت كوست للسيرفيس المعموله ما لم تكن فور ديفولت باي ذا كونسلتنت. اي ديفولت باي ذا كونسلتنت مش مقبول مش هيدفع ليه اي مقابل. Rights and liabilities of the parties. كل party عليه obligation عليه rights عليه استحقاقات لما نعمل termination. نمرة واحد بيقول لك أي claims أي accrued claims أي accrued rights and liabilities مش معنى إن المشروع اتقفل خلاص أنا بعمل relief للاستشاري عن التزاماته. لا كل حاجة اكروت زي ما هي ومكمله زي ما هي. وقلنا من شويه ان
ال 29 يوم في اليوم ال 29 onward الاستحقاق بتاع البنالتي او التعويض الاتفاقي للتعويض عن تاخير ده في الدفعات مستحقه ما زالت مستحقه للاستشاري. في كلوز اسمه 6.3 limitation of compensation، بيتفق الطرفين على limitation للتعويض، مش مفتوح ما تبقاش الاتفاقيه ب 5 مليون جنيه ويقول ان الاستشاري يمكن ان يدفع 1 مليار جنيه. لا، احنا بنتكلم عن ارقام ريزنبل لهذه الاعمال. انت بتصمم عماره غير بتصمم كوبري غير بتصمم مرفق غير بتصمم انفراستراكشر لمدينه. الفريم بتاع الكومبنسيشن محدود حسب الابندكس اللي انت بتوقع عليه او اجري مع الطرف الاخر. وطبعا انت كمالك لو عايز التعويض او الليميتيشن او الكومبنسيشن عالي جدا الكونسلتنت هيراعي ده في اسعاره. البيمنت احنا قلنا البيمنت عموما البي او كيو او السكوب الاتعاب الخاصه بالاستشاري بتكون عن بنود محدده منها الجهد البشري ومنها اللي يسموها الايكويبمنت والسيرفيسز اللي بيقدمها الاستشاري. احيانا الاستشاري بيكتب سياراتنا، بيكتب ايجارات لمبنى رئيسي، لمبنى موقعي، بيكتب موظفين بالعدد، بيكتب بريليمينريز في الموقع، سيرفيسز، بوفيه، مينتيننس، كل دي امور بتتسعر وتنزل في بي او كيو وتبقى هي دي الدفعات الشهريه للاستشاري. وبيتكتب في الابندكس 3 ريمينريشن اند بي. طيب الكلام ده ينفع للنورمال سيرفيس. طب والاديشنال سيرفيس؟ الاديشنال سيرفيس اللي هي بتيجي مع الفاريشن بتبقى متسعره اوريدي حسب البي او كيو بتاعتنا او سكيدول اوف ريتس او سكيدول اوف برايسنج. الاستشاري بيقدم تشينج اوردر حسب هذه الاسعار، الملك بيصادق عليها، بيعطي ابروفال، بتدخل معايا في البيمنت الشهري حسب اللي اتفق عليه. طب الاكسبشنال سيرفيسز قلنا اللي هي ليست اللي هتحصل امتى؟ حتى بالكلوز 4.5 في الظروف الخاصه او الظروف الطارئه. والحاجه الثانيه في التيرمينيشن والسسبنشن اوف وورك او غلق الاتفاقيه. لو ما كانش فور ديفولت اوف كونسلتنت فالكونسلتنت مستحق هذه التعويضات اكسترا تايم للجهد البشري زائد نت كوست اوف اذر اكسترا اكسبنس. في احيانا الاستشاري العقد الكويتي خلاص احنا اتفقنا ان في رسوم وفيز ومبالغ معينه للاستشاري. في العقد الكويتي وفي بعض العقود الاخرى العربيه بيطلب من الاستشاري يعين سب كونسلتنت للاساسات، يعين سب كونسلتنت للست حاجه اضافيه جوه العقد. فيبقى السب كونسلتنت هياخد مليون، المليون ريال دي او المليون جنيه دي للسب كونسلتنت هدفعها للكونسلتنت الرئيسي عشان يدفعها للسب كونسلتنت وفي نفس الوقت بدون اي اجحاف لرسوم الكونسلتنت الاصلي. تايم فور بيمنت اتكلمنا على 28 يوم باستفاضه كامله. بص البند اللي انا قلنا نكتبه في الاجنده عشان نسيب اللي معاه اجنده. client shall not withhold payment without a reason to notice of his intention to withhold payment 4 days before the time. يعني قبل مرور ال 28 يوم، يعني على اليوم ال 24 لازم اصدر. وزود اريزون، يعني انت ما توقفش اي حاجه. انا قلت الجمله دي على جميع تصرفاتك كاستشاري. Don't withhold a decision or approval without reason.
ففكرت تاني ان لو في جزء نص الفاتوره ديسبيوتد والنص انت موافق عليه، تصرف النص اللي انت موافق عليه حالا، تصرف النص اللي انت موافق عليه قبل مرور ال 28 يوم، تعمل نوتس بالنص اللي مختلف عليه على يوم ال 24 يوم ماكسيمم، هتتناقش وتراجع وتدرسه تاني الامر في النص الديسبيوتد. اذا طلع المالك عنده حق مفيش مشكله هيدفع الفلوس في الوقت الاخر، اذا طلع الاستشاري عنده حق هنعتبرك يا مالك كنت متاخر نص الدفعه ويبقى عليك تعويض عن اليوم 29 اونورد. كرنسيز اون بيمنت البند الشهير في كل العقود. اذا حصل مشكله في العمله فجاه في البلد اللي انت فيها، المالك سيتحمل الادفيرس كونديشن عشان الاستشاري جاي يشتغل، عايز فورين كرنسي يستورد، عايز فورين كرنسي يجيب بيها معداته، يجيب بيها الناس بتاعته من بلد المنشأ. الاستشاري عايز يدفع مصاريف داخل البلد، يفترض يعني المستثمر قد الدنيا وجايب فلوس معاه من بره، لما هيقبض المستخلص من الجهه الاداريه او من المالك عايز يحول الفلوس دي لليورو الاوروبي، يرجع بعض منها اوروبا، يدفع رواتب الناس والناس اللي معاه تدفع ترجع فلوسها لاوروبا مش لمصر. الحاجه فهنا لو حصل مشكله في القوانين دي يكون المالك هو اللي لازم يراعي الاستشاري. هيراعي الاستشاري اولا، هيسهل له الامور دي كلها، اذا لم يتمكن من هذه التسهيلات هيراعي البند 4.5. ايه هو ال 4.5 ده؟ اللي هو تشينج ان سيركمستانس، فاكرينه ولا نشوفه بسرعه؟ لو العمله حصل فيها حاجه فجاه هتدخل تحت بند تشينج سيركمستانس. قلنا ثيرد بارتي، لو في ثيرد بارتي يعني دي ما قلناهاش، لا الثيرد بارتي اللي هي مصاريف الاستيراد، مصاريف الشحن، مصاريف الفيزا والاقامه و و و يجب ان او يحاول حسب ما نتفق عليه طبعا في الاجريمنت المعتاد او المكتوب في البروجكت. اذا كان في اكزمشن جرانتد ده كونسلتنت، يبقى المالك لازم يراعي الامور دي، والا التكاليف دي كلها لو كانت متفق عليها في العقد ان المالك هيعمل فيها اكسبشن لازم المالك ينفذ الاتفاقيه. اذا لم يتمكن المالك يبقى هياخد الاستشاري التعويض المناسب من المالك. اتكلمنا عن الديسبيوتد انفويس، الاندبندنت اوديت نقطه مهمه جدا برضه هتنزل في الاجنده بتاعتي عايز اكتبها معاكم. يجب ان يوفر الاستشاري كافه، اولا لازم ان تحتفظ بريكورد متكامله لكل مشروعك، ويحق للمالك خلال 12 شهر بعد انتهاء المشروع بالكامل، يحق له بنوتس 7 يوم، يبلغك بنوتس 7 يوم يقول لك النهارده السبت يوم السبت القادم انا جاي عندك معايا ثيرد بارتي اوديتور من مكتب اجنبي اس جي اس او بيرو يوريتات، جاي نعمل تفتيش او جاي نعمل اوديت نراجع اوراق قديمه، يجي يقول لك اديني الاي بي سي نمره 12 اللي اتصرفت من 17 شهر ولا اتصرفت من 12 شهر برضه عايز اشوفها، فمن حقه يراجعها ويطلع لك فيها اخطاء، وبعد ما تطلع اخطاء تدخل في المعامله القانونيه الجيوه لهذه الامور. يبقى انت هنا كاستشاري مش بتفكر انك تصرف المليون ونص بتوع الفاتوره الجاريه، انت بتفكر في اوديت ممكن يجي لك من ثيرد بارتي، مش مجرد انك عرفت تمرر فاتوره او مستخلص كده خلاص انت نجحت، قست عليك اوديت، فلازم تعمل اللي انا كاتبه ده استراتيجيك ثينكينج، لازم تكون تحتفظ بكل اكيوريت ريكورد، قدم اكيوريت ريكورد. واخطر حاجه في النقطه دي يا باشمهندسين، لو كان الاوديتور ده حكومي او المشروع ده حكومي بيجي يقول لك ايه؟ يقول لك الباشمهندس مدير الجوده كان العقد بتاعه بيقول
15 سنه خبره. طيب بس في الصراحه، في حين ان انت عينته او قدمته 12 سنه ووافق عليه العميل، الراجل ده غير معتمد واشتغل معاك 18 شهر الراتب بتاعه كله عايز يتخسر، وترد عليه بتقول له ده الامبلوير وافق، تقول له الامبلوير ما وافقش كشنج اوردر سواء بكوست او بدون كوست، الاوديتور هيقول لك هذا ليس شنج اوردر، هذا خطا، واحنا هنحاسب الامبلوير بتاعنا وانت هترجع 18 شهر للمدير الكواليتي. يا ريت ناخد بالنا من الجزئيه دي، ان مش معنى انك تقدم كمدير مشروع استشاري تقدم اي وظائف والملك يقبل وبفرق سنوات خبره بصفه خاصه ونوع البكالوريوس، لو مكتوب بكالوريوس ميكانيكا يبقى بكالوريوس ميكانيكا. هنا بقى اهم حاجه هنروح لللايبيلتي والكومبنسيشن بتوين ذا بارتي. اللايبيلتي هنا بتتكلم عن مسؤوليه الاستشاري سواء عن التصميم سواء عن الاشراف على التنفيذ. البند ده من البنود الهامه جدا اللي لازم تحدد، وحتى تتقى ايضا من الابليكابل لو، بنقول ان المقاول مسؤول لحدود مبلغ كذا، طبعا الاستشاري مسؤول لحدود مبلغ كذا، بتقول الاستشاري مسؤول لمده اكس سنه سنتين، مسؤولية عشرية 10 سنين، المقاول الاستشاري مسؤول مسؤولية ستاندرد اوف كير او ستاندرد اوف ليابيليتي، ولا مسؤول فيتنس فور بيربس. انت من حقك تتفق على فيتنس فور بيربس، انت بتصمم لي منشأ عشان يشتغل توليد كهرباء، فانا عايزه يولد كهرباء فيتنس فور بيربس ان هو يولد لهذه المدينة. ما ينفعش تقول كاستشاري في الوقت ده انا مسؤوليتي فقط اللي اتكتب بتفصيل او اللي اتكتب كخطوط عريضه، لا انا عايز المنتج النهائي ينور المدرسه بتاعتي، انا عندي مدرسه وعايز جنريتور ايا كانت صمم لي شبكه كهربائيه تضيء هذه المدرسه او تضيء هذا ملعب الكوره. فانت هنا الليفل اوف لايبيليتي وصل من فيتنس اوف بيربس. المعتاد ايه؟ المعتاد هو الستاندرد براكتس، المعتاد هو الابليكابل لو، المعتاد هو اللي بنسميها في العقود مع مراعاه مستوى الاستشاري ومستوى المشروع ونوعيه المشروع. هي دي اللايبيلتي، دي المستوى بتاعه اللايبيلتي. ولكن من حقك تروح لحاجه اسمها بزنس فور بيربس، ودي الى حد ما بيتعرض ليها مش الفيديك كورس اديشن، بيتعرض ليها الفيديك فيفت اديشن. الجزئيه دي لما بقول لحضرتك وانت بتكتب عقد يجب ان تستشير، طبعا حضرتك متوقع مني تستشير واحد كبير، يجب ان تستشير محامي، يجب ان تستشير محامي، ما تستشيرش مهندس فقط، يجب ان تستشير محامي. في جزئيه زي اللايبيلتي ممكن انا شخصيا ادفع لي 1000 ريال عشان احدد كلوز الليابيلتي للمستوى اللي العميل بتاعي عايزه. حتى لو انا اللي واخد دي فريلانسر، انا اللي بكتب عقد فريلانسر، انا بتجه مع الملك مع محامي ادفع له 1000 جنيه ادفع له 10000 جنيه عشان يكتب لي كلوز للليابيلتي بدرجه اهتمام المالك بتاعي. such compensation التعويض to be limited to the amount. هنا بقى عيب الفيديك فورث اديشن، التعويض to be limited to the amount of reasonable foreseeable loss. هنقعد نختلف مع بعض، ما هو المتوقع، ما هو الدمج المتوقع، ما هو الدمج المتوقع، ونختلف الملك مع الاستشاري. لا، الموضوع محتاج ما نقفش على reasonable foreseeable loss. هنا نفس الكلام، انا محدد بقول لك خلي بالك دي ليميتد ليابيلتي. ايه ليميتد ليابيلتي اللي المهندس احمد سال عليها؟ ديوتي اوف كير اند اكسرسايز اوف اوثوريتي استابليش اجينست هيم انفير بيكوز طبعا استابليش اجينست ذا كونسلتنت. الفيديك فورس اديشن بيقول لي اونلي بي لايبل
to pay compensation to the client arising out of his or connection of the لها علاقة بالعقد فقط. عندما يعمل خطأ ليه علاقة بديتي الأخير. طبعا ده مش كفاية أبدا. الرجل ده بيتعامل مع أرواح يجب أن نتخطى هذا البند ونروح نشوف بند أقوى بكثير زي ما عمل الفيديك فيفت إديشن. أنا بعمل لك هنا هايلايت. اكتب عدولك عندك هنا الليمت اوف ليابيليتي في الفيديك فورس إديشن is not enough, is not fair for the client. It's not fair for the client. عشان انت برضو يعني مش معقولة هتكون بتعمل منشأ 40 دور وتعمل فيه limit of compensation هو قيمة المنشأ. في نفس الوقت مش معقولة تعمل الليفل المبلغ 20,000 ريال. الكلام ده اللي بيساعدنا فيه التأمين الانشورنس عندنا نوعين في التأمين بروفيشنال اندمنتي انشورنس والجودز والبرودكت والبروبرتي بتاعت المال. If a party liable to jointly with a third party فبفرض انها والسب كونسلتنت بتاعي او السب كونسلتنت بتاع المالك مسؤولين عن خطأ المال، هل انا كاستشاري عام هدفع كل حاجة لوحدي؟ لا، انا هنعمل بروبورشن ونشوف انا نسبة خطأ قد ايه والسب كونسلتنت اللي جايبه المالك نسبة خطأ قد ايه وندفع التعويض بالنسبة والتناسب. البند مكتوب بالعربي واضح. Duration of liability يتفق عليها. البي سي limit of compensation يتفق عليه. Parties to agree or waive all claims بعد التيرمينيشن يا باشمهندس بعد سوري بعد الليمت اوف كومبنسيشن اي كليم تاني اتفقنا خلاص ان ماكسيموم كومبنسيشن من طرف للاخر 20 مليون جنيه مصري. اي كليمز تزيد عن كده احنا متفقين انها تو بي ويفد هننساها خلاص. طيب افرض حضرتك الاستشاري عمل كليم او الكلاينت عمل كليم والكليم فشل وطلع unjustified ضد بعض. طبعا الكليمنت قدم كليم والريسبوندنت بذل مجهود عشان يرد على الكليم، فلما لو الريسبوندنت او الديفندنت بريفيل او الكليم كونسيدر فيل فيلد كليم الفيلد بيرسون او الفيلد بارتي هيدفع تكاليف الطرف الاخر. يعني بالعربي المتضرر او اللي دافع عن نفسه اثبت ان هو غير متهم او غير مدان هيرجع على المالك او على الطرف المدعي. خلينا بقى بالمدعي والمدعي. المدعي اذا طلع ادعائه خطا المدعي عليه يستحق تعويض عن تكاليف اعداد الرد والدفاع عن نفسه. التعويضات بتكون سواء حسب الابليكابل لو لو تفتكر يا باشمهندس احمد duty of fair قلنا ان هي موجوده في الابليكابل لو بكتبها برضه في العقد الاندمنتي التعويضات. طبعا الابليكابل لو لو انا رحت اشتكيت من غير عقد وقلت انا بنيت عماره كمالك الاستشاري بتاعي مصمم غلط طبعا القاضي بدون اي عقد بدون اي حاجه هيدخلها جنائي ومدني. الكلام شال اندمنيفاي ذا كونسلتنت اجينست ادفيرس افكتس اوف كليمز اوف ثيرد بارتي. اي جهات خارجيه تعمل كليم على الكونسلتنت بسبب اجراءات او عدم اجراءات من المالك سواء قبل مدة الضمان أو مدة التعويض أو بعد مدة التعويض كل ده هيكون الملك هو اللي يعوضني عنه كاستشاري. مين بيساعد الملك في الأمور دي عشان الملك ما يتكلفش كتير؟ عشان كده الملك بيطلب انشورنس من الكونسلت. بند الانشورنس جاي عليه دول الاستثناءات من الاندمتي يبقى الملك مش هيعوضك كاستشاري
لو في خطأ متعمد، لو في احتيال، لو في خداع، لو في سوء تصرف، لو في نيجليجنس، فأي حاجة خلاف ذلك تتعلق بالاتفاقية الملك يدفعها. التأمين عندنا نوعين تأمين بنعدهم قبل العطاء، وإذا احتاجنا نزيد بنزيد. النوع الأول انشورنس، تأمين بيعمله الاستشاري بمبلغ مدفوع على حسابه ضمن البريليمينريز، وبعض الأحيان بتتكتب في البي أو كيو. التأمين liabilities and compensation between the parties under clause 6.1، ويزيد هذا التأمين لو المبلغ العطاء زاد فبيزود. insurance against public، التأمين ضد المسؤولية تجاه الجمهور، أي حاجة تحصل للعامة وأي حاجة تحصل للجيران أو أي طرف آخر، كل ده متغطى بالتأمين. فلو رجعت هنا لتعويضات المالك هتلاقي الموضوع بقى محدود عشان الانشورنس ده غطى. اي زياده التامين برضو عشان الالتزامات زادت. انشور انكريز اني اذر انشورنس ريكوايرد باي ذا انشورر ذا كلاينت، اي حاجه يطلبها زياده المالك هعمل انا التامين، بس هيدفع لي الكوست، هيدفع لي الكوست من المالك. التامين بصفه عامه بيكون جزء من الكونسلتنت فيز، قد يكون بعض العقود بحطها كبريليمينري، بحطها بنك انشورنس، والملك والاستشاري يقدر قيمة الانشورنس. كلاينت بروبرتي، قلنا كلاينت بروبرتي هي اللي وضعها المالك كمساعدة للاستشاري في الابندكس 2 اللي هي مع البيرسونيل والاكويبمنت. طبعا دي كلها يأمن عليها الكونسلتنت. طبعا وصلنا للديسبيوت اند اربيتريشن. باختصار شديد انا عامل لوك شارت بسيط عشان نفهمه بسرعه. لما في اي ديسبيوت بيحصل بين الاستشاري الفيديك وايد فيديك بيقول نعمل اميكابل سيتلمنت. اميكابل سيتلمنت بعد الاميكابل سيتلمنت بيكون بناء على طلب من احد الاطراف خلال 14 يوم من طلب احد الاطراف بنجتمع الجود فيس وبنيه حسنه جايين نحل مشكله. لو اتحلت المشكله شكرا بنروح على يس ونقول ريزولفد، لو ما اتحلتش المشكله نروح على ميديشن. الفيديك الجديد قال لك روح لادجوديكيشن لو انت عايز. الميديشن ازاي؟ الميديشن بنتفق على نيوترال ميدياتور، سوري اتكلم عن ميدياتور، بنتفق على محايد، ميدياتور محايد. كلمه ميدياشن اللي ما يعرفش هي دايما نون بايندنج ميكانيزم للديسبيوت ريزوليوشن، ممكن يتحول الى بايندنج لو اتفقنا. بنعين واحد نيوترال، لو اختلفنا بنروح للاي سي سي او للفيديك، سوري بنروح للفيديك تعين لنا ميدياتور. تروح للفيديك دي لو انت واخد الفيديك روايه فيديك كوبي بيست بتستعمله، لو انت عامله تيلورد كونتراكت فبتكتب في النقطه دي يا باشمهندسين في البارتيكولار كونديشن بتقول اذا حدث خلاف فيعين لي الهيئه نقابه المهندسين المصريين او جمعيه المهندسين الكويتيين هي اللي تعين لي المدير. بعد ما يتعين الميدياتور اي بارتي يعمل نوتيس للبارتي الاخر يقول يلا نعتبر الميدياشن بروسيس ابتدت. النوتيس دي بعد 14 يوم يبقى الميدياشن ابتدى فعلا. الميدياشن لما يبتدي بنمشي في البروسيدور اللي مكتوب في البارتيكولار كونديشن بسريه تامه، بسريه تامه. ممنوع تستعمل اللي بيحصل جوه الميدياشن في اي خطاب، في اي معلومات، في اي further arbitration الا بموافقه الطرف الاخر. بقول لك بسريه تامه عشان ما تدخلش الموقف في complication وتقاضي.
concluded، لو عملنا conclusion واتفقنا وخلاص وصلنا الاتفاقية، يبقى هي كده عملنا binding، وقعنا عليها وبقت binding. بعد ما وقعنا بقى معانا اتفاقية mediation موقعة تتنفذ فورا. لو ما وافقناش وفشل المديشن واتقطع او اتعمل له ترمينيشن لفشله، لا نستعمل المعلومات فيه تماما، ممنوع تستعمل المعلومات او المفاوضات او الديسكشنز اللي حصلت. بس ممكن تطلب للمديشن تقول له طب ممكن لو سمحت تعمل لي نون بايندينج كونكلوجن، تقول لي تكتب لنا ايه اللي حصل والموقف وصلنا ليه لغايه ايه، وبعد كده يجوز ليا لو بموافقه الطرفين اتحرك على الاربيتريشن. نفتكر في الفلو شارت دي، في البروسيس ماب دي، ان في المنطقه دي في ادجيديكيشن في الفيديك فيف اديشن. انا كررت لك دي تاني عشان يلا بقى نكتب مع بعض الفيديك الوايت فيديك. احنا اتفرجنا على كل البنود، خدت لك كوبي بيست دي تاني بفكرك في عندي اجريمنت عايز اكتبها انا المالك وانت الاستشاري، عندي جنرال كونديشنز موجوده فوق، عندي بارتيكولر كونديشنز الدكتور مصطفى ما وريناش شكلها، لا انا اسف هوريكم شكلها في السلايد اللي جايه. ابندكس 1 ابندكس 2 ابندكس 3 ابندكس 4، نفس الغلطه هنا، نرجع تاني نظبطها بسرعه عشان لما بعتها لكم السلايد يبقى دي اسمها 3 دي اسمها 4 يلا نكتب مع بعض يا باشمهندسين العقد بسرعه في 10 دقائق نكتب العقد، عايزين نملى اللي في شرط دي. بارتيكولار كونديشنز، فين البارتيكولار اهي، فين الجنرال كونديشنز يا باشمهندس محمد صبرا؟ الجنرال كونديشنز اللي شفناها هنا الكلام كتير ده فاكرينه، كوبي بيست من الفيديك. انا طبعا عامل له مونتاج، انت هتاخده كوبي بيست من الفيديك. الشروط الخاصة بيقول لك روح للبند ده، من البند ده في الشروط العامة محتاج تكتب بعض الأمور، عايز تعرف بعض الديفينيشن، عايز تقول ما هو المشروع اكتب اسم المشروع، عايز تكتب الكومنسمنت ديت هتبتدوا امتى اكتب جنبيها يا باشمهندس خلال 14 يوم من الـ من الليتر اوف اكسبتنس، خلال 3 شهور من الليتر اوف اكسبتنس از يو لايك، متى تبدا مباشره الخدمات، تايم فور كومبليشن، مده التنفيذ قد ايه، لازم تكتبها. ما هو الفيديك الفيديك نفسه الفيديك منظمه الفيديك ما تعرفش انت اصلا من انت ولا مشروعك اسمه ايه ولا مشروعك مدته سنه ولا سنتين. فانا بملى معاك اهو يا باشمهندس، تحبوا نكتب بند مثلا، تعالى نكتب هنا تاريخ مباشره الخدمات من بكره 24 سبتمبر خلاص ادينا بنكتب العقد مع بعض اهو يا باشمهندس. الحد الاقصى للتعويض هنكتب هنا 100 مليون ولا كام يا باشمهندس؟ مده المسؤوليه 365 ولا 720 يوم سنتين. الحد الاقصى للتعويض، الحل الودي للنزاع، من هو مندوب المالك؟ من هو مندوب الاستشاري؟ القضاء والتحكيم، هل هتروح على القضاء ولا تحكيم؟ انا كتبت تحكيم داخل جمهوريه مصر العربيه، خلي بالك اوعى تسيبها تحكيم مفتوح، الفيديك هيوديك للاي سي سي انترناشونال تشامبر اوف كومنس. شروط خاصه اضافيه، فاكرين الاديشنال كلوز؟ نرجع لها بسرعه عشان نفتكر احنا بنملى فين دلوقتي يا باشمهندس. شايف البارتيكولار كونديشنز يا باشمهندس محمد؟ في بارت ايه اللي انا مليتها من شويه، في بارت بي الاديشنال كلوز، دي البارت ايه دي اسمها بارت ايه دي اسمها بارت بي اللي جايه دي. يلا املى معايا يا باشمهندس محمد رأس. The general conditions are those contained in FIDIC model agreed variations مش عارف ايه، كل ده انت تكتبه عندك ايه particular condition. انا ده مهندس حازم لو عايز تكتب اكتب هنا، هنا تكتب ما تشاء، ما يتفق عليه، ما تشاء ما تشاء. ممكن تكتب هنا ان nominated sub consultant، ممكن particular conditions appendix and scope of service، هنكتب السكوب اللي هي جايه من terms of reference اللي هي تي او ار، تاخدها كوبي بيست هنا. personal equipment على المالك يؤمن الكمبيوتر،
على المالي تؤمن 3 مهندسين مدني و2 ميكانيكا يتابعوا مع الاستشاري ويسهلوا اجراءاته، وواحد مندوب خدمات حكوميه. ريمونريشن اند بيمنت، اسلوب الدفع، مبالغ الدفع، تواريخ الدفع، اي حاجه عايز تكتبها هنا، ابندكس 4، اوت لاين بروجرام، مده التنفيذ، تواريخ الموبيلايزيشن والدي موبيلايزيشن، ورقه كامله هتحط فيها تو ار تي او ار او سكوب سيرفيس. هتكتب بيان كامل بالبيرسونال بالاكويبمنت بالمرافق، هو اللي هيديك كهرباء في الموقع ولا انت اللي هتجيب جنريتور. ريميونريشن اند بيمنت، هندفع ازاي؟ هندفع للكار والسايت اوفيسز والمين بروجكت اوفيس واللابتوب والبرنتر والبلوترز والكمبيوترز والبوفيه والاكل. ممكن اكون عامل ميز في ارامكو، بنعمل ميز، ممكن اعمل ميز كامل. ابندكس 4 ادي شكلها. ديبلويمنت بلان، هو اند وين ستارت وديمونبولايز. ليبر لو، بيجي ازاي؟ يجي في قد ايه؟ تعمل له ترمينيشن. عادي الكويتي بيخسر كتير مع الاستشاري عشان في طريق 3 شهور ترمينيشن بيريود. يعني انت الاستشاري المالكي يعني من حقه يعمل ترمينيشن لموظف عند الاستشاري في يوم او خلال اسبوعين مثلا، بينما الاستشاري يدفع الموظف بتاعه 3 شهور. العقد الكويتي ممتاز لصالح الموظف. ده العقد الجديد يا باشمهندسين اللي اسمه فيفث اديشن. حبيت اخد لكم شويه 2017. مش معنى ان 2017 يعني جميل جدا وال 2006 وحش، بالعكس ملهاش علاقه. ادي البنود، بعض الاختلافات، ده الفورس. الفورس اللي لسه مخلصينه وصلنا للاربيتريشن 8.3. هنا نمرة 10 اسمه disputes and arbitration. قبليه insurance، قبليه liabilities، قبليه payment، قبليه suspension of service and termination فقط. فقط تعالوا نشوف اخوه هنا. commencement، completion، variation، termination. زي ما قلت لكم بند 4 تقسم 2 الفيديو القديم بقوا 5 و6. commencement مفيش فرق، consultant مفيش فرق، كل ده مفيش فرق. دي مميزات الجديد. بيتكلم عن اللايبيليتي، بيتكلم عن الانفورس بدايه التنفيذ امتى، كلها اتوضحت اكتر. بيتكلم عن ستاندرد اوف كير، بيتكلم عن فورم اوف اجريمنت اتكتب فيها برايورتي اوف دوكيمنت. كنا شويه متلخبطين في الفيديو فورس اديشن. سوري انا اسف على التاخير يا باشمهندسين، بشكركم طبعا انكم صابرين معايا. كل دي نقطه في العقد العماني مثلا او العمان، بنتوجه فورا للاربيتريشن ولا بنروح للاربيتريشن ولا بنروح للميديشن. قلنا ميديشن وقلنا اربيتريشن. هنا في العمان بننطلق فورا على الاربيتريشن. الافليت، بعض الفيديك الوايت فيديك ده بيشتغل مع مين اكتر فرصه؟ بيشتغل مع الفيديك الاحمر، بيخدم الفيديك الاحمر، مش بيشتغل مع، بيخدم الفيديك الاحمر. يعني انت مقاول مالك عامل فيديك احمر مع مقاول، مالك مع مقاول خلال فيديك احمر، انا اعمل مع الاستشاري بتاعي فيديك احمر. بروجكت مانجمنت سيرفيسز، technical support services، advising services، اعمل فيديك ابيض. design build، لو انت مالك شغال في design build هتعمل let a project contractor under design build، وعايز استشاري عينه بالفيديك الابيض. في sequence للاعمال اللي احنا شفنا السلايدز الكتيره العايمه دي. تعالوا نعمل كده، شايفين كده السلايد، شايفين السلايدز اللي رايحه جايه دي كلها كام سلايد؟ كل ده الجنرال كونديشنز والفيديك. اللي عايز يطبق عقد فيديك ابيض ممكن يقرا السلايد دي عشان يعرف هو هيتحرك ازاي خلال المشروع بتاعه كله، بمدد زمنيه، بتايم بارز،
كلها طبعا كوبي بيست، انا مش انا اللي عاملها، انا كاتب عليها هاي كوبي شايفينها وايت بوك. دي الفروقات والبروز اند كونز اللي في الفيفث اديشن، او السمات الرئيسيه في الفيفث اديشن. كل دي سمات رئيسيه، 17 سمه رئيسيه. لو انت شغال في ديك ابيض وعايز تجيب سب كونسلتنت، عينه بالسب كونسلتنت اجريمنت بتاعت الفيديو. عفوا طبعا انا بتحرك بسرعه عشان عارف ان احنا زودناها عليكم. السب كونسلتنت مبدا نكتب في الاجنده بشمهندسين، دي المفروض ان اربعه او خمسه. السب كونسلتنت دايما تذكر الباك تو باك اوبليجيشن، هي مبحثه للطرف المزعن او الطرف الضعيف، بس هي أأمن طريقة لو أنت مستعجل. في فروقات بين الوايت بوك وبين السب كونسلتنت أجريمنت، توافق وفروقات في بعض الأمور. ذا سب كونسلتنت أجريمنت كان أونلي بي يوز إن ذا كلاينت كونسلتنت أجريمنت إز درافتد بيز أون سب كونسلتنت ليست اللي فيها دي، يجب أن تستعمل لو خدتها كوبي بيست من الفيديو، يجب ان تستعمل لما انت تكون شغال وايت شيك. لما انت تكون شغال وايت شيك من البروس اللي حصل او في الفيديك 2017 في درافتنج اوبشنز وير افيلبل. عشان تعمل عقد في الفيديك 2017 في تو اوبشن، في اوبشن منهم يا اما تاخد الفيديك كما هو كوبي بيست، يا اما تعمله بيست بوك، او تعمله تيلر، او تعمله ايديتنج. زي ما قلنا ايديتنج هتكون على البي سي بارتيكولار كونديشن، وهتكون على الابندكس مش على الجنرال كونديشن. ذا ستاب كونسلتنسي ادين بيكمز اوتوميوس دي بروس اند كونز ستاب كونسلتنسي اجريمنت. بعد كده في جوينت فينشر اجريمنت بين الكونسلتنت وبين الاتحاد كونسلتنت، بين اثنين او ثلاثه او اكثر، سواء كونسورتيوم او جوينت فينشر لما يكون المشروع مستدعي ذلك، او في العقد الكويتي بالذات بيطلب يقول لك في كونسلتنت اجنبي، يعني بان يشرك معاه كونسلتنت وطني، فممكن يتفقوا مع بعض الجوينت فينشر او يتفقوا بسب كونسلتنت اجريمنت. المهم ان العقد الكويتي بيجبر الشركات الاجنبيه تستعين من دي زيرو، من قبل التعاقد مع الحكومه تستعين بمكتب الكويتي. ده بقى شكل عام اللي عايز بقى يعمل فعلا. انا جبت من احد الزملاء نسخه وعملتها كوبي بيست هنا عشان تتخيل انت شكل العقد المتكامل بتاعك لو هتعمله على الفيديو. ده عقد تنفذ بالفعل. طبعا انا شفت بكده انت تكون تعرف تكتب عقد فيديو ابيض. بنروح طبعا ما عندناش وقت، ولكن بصفه عامه العقود الحكوميه السعودي الكويتي العماني، في بعض التجاوزات، وفي بعض البروس، وفي بعض العيوب. التجاوزات جت من تدخل الجهة الإدارية الحكومية في إعداد العقد مشتق من الفيديك، فابتدت تضعف في العقد، أو ابتدت تخل بالتوازن، مثلا بند مش مكتوب في الفيديك السكيدول، لو كان المقاول عليه سكيدول والمقاول اخفق في عمل السكيدول البيز لاين سكيدول المشروع، مكتوب في عقد الاستشاري في هذه الحاجه ان الاستشاري يقوم بتنفيذ السكيدول. ودي من الناحيه العمليه موضوع معقد جدا، مش عارف هنجيب الاكويبمنت منين وهنجيب الريسورسز منين عشان اعرف اعمل سكيدول بناء نيابه عن المقاول اللي مش عارف يحدد لنفسه الريسورسز والاكويبمنت عشان يعمل لنفسه سكيدول. مطلوب دلوقتي من الاستشاري هو اللي يعمل. قريتها في العقد السعودي وفي العقد الكويتي. الفاليو انجينيرنج
سهله وجميله في العقد الكويتي، مش واضحه قوي في العقد السعودي. الحكومات بصفه عامه مش قابله لا تقبل المشاركه في الربح او المشاركه في الفرص والتحديات بشان الفاليو انجينيرنج. الغرامات على الاستشاريين في العقد الحكومي قويه جدا، اقوى مما ينبغي. المدد الزمنيه لتنفيذ التزامات الاستشاري في العقود الحكوميه مش واضحه كتير، مش مكتوب كده. الاستشاري يعني مش معموله بريك داون او جوفرنمنت ماتريكس للاستشاري كويسه. بيتكلم مثلا لو هو كاتب بنود كويس في العقد السعودي، بيتكلم عن الشوب روم، بيتكلم عن الاسبل ريفيو طبعا، بيتكلم عن بعض الديزاين. الامور دي مش متفسره، كانت محتاجه جوفرنمنت ماتريكس ومبين فيها تواريخ، سوري مبين فيها مواعيد وتايم بارز، ومبين فيها غرامات مستحقه. مش واضحه كتير في العقد الكويتي، فيها على الاقل 5 ورقات غرامات مفيده جدا ومسهله عمل الاستشاري وعمل المقاول. النسخ اللي امامنا حاليا هي نسخ تجريبيه، وان شاء الله نكون شرحنا النهارده ازاي اعمل عقد كلي قابل ومميزاته وعيوبه. على الاقل عملنا هايلايت للمشاكل اللي في الكلي في فورث اديشن، وعرفنا ان في فيفث اديشن 3 بعض هذه الملاحظات. اتمنى اكون تركت، انا عارف ان احنا كتير مننا شاف الفتره اللي فاتت الفيديك الاحمر، وعشان كده انا ما حبيتش اتكلم عن الفيديك الاحمر كتير او اعمل محاضره عن الفيديك الاحمر. كفايه الناس كلها ان شاء الله سددتنا بيتكلموا فيها. ان شاء الله يكون الفيديك الابيض خدنا عنه فكره. هو نسخه اختصر، هو نسخه، هو نموذج لتعاقد استشاري مع مالك لتأدية خدمات استشارية. العقد الكويتي لنفس المبدأ اشتق منه، الكويتي يعني الحكومي الكويتي. العقد السعودي اشتق منه كتير. العقد الإماراتي اشتق منه بحيادية كبيرة. العقد العماني كذلك بحيادية كبيرة. ولكن يبقى العقد الفيديك بصفة عامة يحتاج ناس برودن تتعامل مع البارتيكولار كونديشن والأبندكس. بشكركم كتير، بشكر بي اي ام العربية، بشكر الأستاذة المحترمين اللي خدت من وقتهم كتير، بشكر الأسماء اللي أنا عارفها والأسماء اللي أنا مش عارفها في المشاركين. تحياتي ليكم، ونبتدي نشوف لو في أسئلة، و نشكركم على التكشير ده ونعتذر على التكشير اللي حصل. ألف شكر لحضرتك يا دكتور مصطفى. في بعض الأسئلة يا باشمهندس أحمد، اتفضل. السلام عليكم، أنا أعطيك عافية دكتور، وبارك الله لك بهالجهد الطيب وبوقتك. محاضرة جدا رائعة، أنا آسف على الصوت مشان القريب، إحنا بلش عنا هون الخريف، فهذا يا ريت يكون الصوت واضح ومفهوم. طيب راح عفوا عمان؟ لا بألمانيا، بفرنكفورت. الله يبارك فيك يا دكتور. طيب راح ابدا محل ما انت انتهيت لما عم تحكي عن الابيض، ويا ريت يعني الانسان بطبعه طماع، بس افضل الطمع بالدين والعلم، انه ان شاء الله هيك نسمع منك بالايام الجايه عن الكتاب الاحمر او حتى الاصفر وباقي الكتب اذا سمح وقتك. يشرفني يا باشمهندس. الله يبارك فيك يا سيدي. اذا المهندس واذا بي اي ام عربيه انا عندهاش مانع، برضه ما فضلش الاحمر عشان الاحمر مستهلك. نعم حضرتك مهتم فيه اوف لاين، انا تحت امرك يعني 24 ساعه. بارك الله فيك. بعد الزملاء اللي عارفين. طيب فالاصفر باذن الله انا انترستد في الصعوبه بتاعه الاصفر، بحب الاصفر في صعوبه، وعملت فيه بيبر قريب. كويس. بيبرز يعني اخر حاجه بيبر فيه برضه. فان شاء الله يشرفني ان انا اتكلم عن الاصفر في تكون المحاضره الجايه في الاصفر في يوم ما احدده بي اي ام العربيه. شكرا على اهتمامك وعلى ذوقك وعلى ثناء.
بارك الله فيك. في بعض الأسئلة يعني لو كانت شوي طويلة بس أتمنى أنه يكون كمان خاطر على بال الأخوة، بيكون هيك شوي ما أخذنا من الوقت كتير. السؤال الأول اللي أنا حابب أسألك إياه وأعرف من حضرتك من خبرتك، هو سؤال بذهني أنه كون يلي وضعوا الوايت بوك أو يلي عملوا هالأجريمنت هاي هني نفس الكونزلتنت، يعني أنت التاسك فورس يلي بهي بالكونتراكت كوميتي عند فدك هني نفسهم الاستشاريين، إلى أي مدى شايف أنه فيها هي فير مع بمقارنة غيرها من الكونتراكت، إن كان أو أجريمنت إن كانت بالبلد نفسه أو بالـ NAC، هل أنت شايفة أني تفير بالعلاقة بين الطرفين؟ هو كلام السؤال حضرتك جميل وصميم التحدي المستمر بين المالك والمستشاري. التحسين اللي حصل في اتجاه الفيست إديشن على سبيل المثال ناخد احد الامثله اللي هو المعلومات التي يقدمها المالك الى الاستشاري. الفورث اديشن كانت بتقول الاستشاري يبقى رياكتيف وينتظر المعلومات من المالك، الاستشاري ينتظر المعلومات من المالك. التحسن اللي حصل في الفيفث اديشن بيقول ان المالك ينفذ طلبات الاستشاري لاعطائه معلومات، يعني الاستشاري هو اللي انيشيتيف، هنا هو اللي هيعمل الانيشيتيف، هيبعت خطاب للملك يقول له انا عايز 1 2 3. كان في المرحله 4 او في الفورث اديشن كان الاستشاري رياكتيف خالص. ده يوضح ان في تحسين بيتجه نحو التعادل. واللي انا بقوله يا فندم، اللي انا بقوله ان انا مش لازم استعمل الفيديك وانا ما عنديش خبره الفيديك عموما، انا كاستشاري او مقاول او امبلوير، استشاري او مقاول او امبلوير او كلاينت، لا يجوز او لا 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 ليس في صالح العمل ان انا اقول خلاص في ناس كثيره قالت الفيديو كويس هستعمل الكتاب الاصفر واتوكل على الله. انا لازم اكون عندي خبره، والا انا هضر المشروع مش هضر نفسي بس، انا هضر المشروع. وحضرتك في البارتيكولار كونديشن والابندكس هي فرصه اطراف العقد في تأكيد التوازن، وليس الفيدك هو اللي هيأكد التوازن. في عندنا ديزاين لايبيليتي مثلا في البلاد العربية معروفة ان هي دايما بنخليها على المقاول حتى لو العقد ديزاين بالبلد. واضافة لذلك في بعض العقود الادارية في العقد الكويتي شفتها خلاص هو ديزاين بالبلد كامل المسؤولية على الاستشاري على المقاول. تيجي عندك في تعمل وايت بوك تلاقي المقاول الجهه الاداريه الحكوميه في الخليج راحت عامله انزيرشن بند، وعلى الاستشاري يراجع الرسومات ويكون مسؤول عنها مسؤوليه كامله كما لو كان هو المصمم. طيب ده كده ما فيش توازن، كده بيحمل الاستشاري، مع انك لسه بتقول قد يكون الاستشاريين لما اعدوا العقد اجحفوا حق المالك. يجي المالك في العقد الاداري في بعض الدول الخليج او في بعض القطاع الخاص يزود كلمه وعلى الاستشاري مراجعه الرسومات. طب ده الرسومات اتعملت في 2 سنين، الاستشاري هيراجعها في 1.5 شهر ازاي؟ فحضرتك طبعا عندك الى حد كبير حق في التخوف، بس ده يؤكد ان انا لا استعمل هذه النماذج الا لو عندي خبره. يعني لا اخفيك سرا ان انا بستعملها من زمان جدا. عايز تقول ان انا من زمان كان عندي الخبره بعمل بيها درافتنج من زمان جدا؟ هل انا كنت زمان جدا عندي الخبره اللي بعمل بيها درافتنج النهارده؟ طبعا لا. احد المقاولين اللي عملت انا الدرافت واديته للمقاول عشان يبتدي يقراه ويفكر، مسك الجنرال كونديشنز بتاعت الفيديك الاحمر وشال نصها وحط نص جديد، يعني العقد ما بقاش عقد خالص. فعمل ما فهمناه وتفاهمنا وسمعنا وجاب كونسلتنت لنفسه عشان يفهم يعني ايه فيديك احمر، يعني ايه general condition particular condition. طيب. السؤال الأخير عشان ما هذا أخذ من وقت حضرتك كثير والأخوة، أشرت أنت بفترة بمجال الدفع لما بيكون المالك عامل العقد والاستشاري مثل حالاتنا اللي احنا هو مكتب من برا international.
طيب ايش هو الوضع لما بيكون مسجل بالبلد نفسه؟ يعني مثلا بتلاقي في بعض الكونسلتنس اللي عندهم مثلا بالسعوديه، خلينا نقول اكس واي سعودي ارابيا، بيكون عنده مسجل وعنده ريجستر وهيك. بهيك حال شلون موضوع تغير العمله وفرقه مثل حاله مصر من 2013 ل 2017؟ مش حضرتك هنعمل عقد ليكون فيدي قابيض مكتوب فيه جنسية جنسية المالك وجنسية الاستشاري؟ طيب فالاستشاري ده لو هو كاتب انه سعودي خلاص انا سعودي، لو كاتب انه هو الماني او انجليزي هيكون كاتب انه هو الماني او انجليزي. وعملة التعاقد ايه هي عملة التعاقد؟ هل هي جنيه استرليني ولا هي يورو ولا هي جنيه مصري؟ فهنا ماليش علاقة أنا هو فرع ولا هو رئيسي، هو هو الاسم وجنسيته إيه في العقد هي دي اللي بتحكم. نعم. بلد المشروع إيه في العقد هي دي اللي بتحكم. قلنا بلد المشروع اللي فيها معظم الأعمال هي دي اللي بتحكم. إذا كان ألماني وكاتب إنه ألماني يبقى خلاص هو ليه علاقة بالفورن كرنسي. شكرا ليك يا دكتور. شكرا، الله يعطيك العافية ويبارك فيك يا دكتور. بشون سمت طيب في بعد اذن حضرتك يا دكتور في سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بشون سمت اتفضل. طبعا بنشكر الدكتور مصطفى على المحاضره القيمه ديت، ونتمناها ان شاء الله تتكرر في عده مواضيع، طبعا في نفس المواضيع لانها فعلا بتبقى ثريه بمعلومات كبيره جدا وعظيمه للاخوه كلنا. سؤالي دكتور مصطفى، في حاله عقد الاستشاري والفيديك مثلا ابيض دوت، وفي مثلا احنا في السعوديه مثلا على افتراض ان في حصلت ضرائب او رسوم او فات حصلت أثناء التنفيذ أو زيادة مثلا رسوم الإقامة أو خلافه، فهل بيبقى فيه يقدر الاستشاري يعمل كليم للمالك بهذه الزيادة ولا لا؟ ده السؤال الأولاني. والسؤال الثاني طلب من إذن حضرتك، يعني لو زودنا أو الإخوة في المجموعة زودنا بكتاب الأبيض، وزي ما أنت موجود على سبيل المثال عربي وإنجليزي، يعني على أساس برضو يبقى الناس والإخوة كلنا محتفظين بهذه النسخة، وتسجيل المحاضرة طبعا القيمة ديت، ويكون شاكر لحضرتك دكتور مصطفى. شكرا. شكرا لك يا باشمهندس. المهندس عماد طبعا أستاذ كبير في العقود، معروف في الميديا في السعودية غني عن التعريف. شكرا لك على اهتمامك وحضورك المحاضرة. بنشكر الدول العربية إنها تدينا الفرص دي إن إحنا نتقابل. بالنسبة للضرائب والرسوم وتغير القوانين وتغير الرسوم وفرض ضرائب جديدة، بنرجع لبند اللي اسمه الشيند انجستيشن عشان مكتوب فيه كده ان هو يحق التعويض اهو اكتر. الشريحة باينة مش مهندسين؟ نعم. يبقى بكل وضوح من حق الاستشاري التعويض. وزارة المالية دايما بتنزل لائحة تنفيذية تاخد بيها مستحقات. فإذا نعم، الإجابة نعم، سواء ضرائب سواء رسوم إضافية سواء جمارك زيادة أي حاجة. السؤال الثاني كنت عايز أجيب لك برضه تغير الظروف اللي هو بند 4-5، المفروض ده من اهم البنود مكتوبه عندنا في الاجنده، ان احنا بيحمل الاستشاري كتير ويعمل توازن اقتصادي للعقد، بيعطي الفورم شينج ان سيركمستانس. تمام كده يا باشمهندس عماد؟ تمام يا دكتور. شكرا جزيلا دكتور. هارد كوبي والكلام ده كله مطلوب منه طبعا. في سؤالين. في حال الرغبه في زياده المان باور، هل يجوز عمل امندمنت
الاتفاق الاستشاري وايه شروطه لو احنا عايزين نزود المان باور. استشاري عايز يزود المان باور في حالة الرغبة في زيادة المان باور. معلش يا باشمهندس عمر، أنا هفهم إن بيقول إذا طلب الاستشاري زيادة المان باور لسبب ما. في حاجة غير كده؟ لا، في حالة الرغبة في زيادة المان باور، هل يجوز عمل هل يجوز عمل هل ينفع إن احنا نعمل تعديل؟ تمام. خلينا أصيغ السؤال كده للبشمهندس اللي بيسأل، هل متى يحق للاستشاري عمل تعديل في الـ organization structure بتاعه؟ الاستشاري عنده، هنختصر الأعداد، الاستشاري عنده 5 مهندسين ديزاين structure design. الـ5 المهندسين احنا بنتكلم عن بي او كيو فيها أعداد. المشروع ده اتفق الاستشاري مع المالك على 5 مهندسين ستراكشر ديزاين وخمسه بيم كوردينيتور ولا 2 بيم كوردينيتور لمده 3 سنين. ده الجزء اللي مهتم بيه الاستشاري دلوقتي، عنده مشكله فيه. الـ5 زائد 2 بيم كوردينيتور ما يخلصوش الشغل في حالتين، يا اما ما يعرفوش يخلصوا الشغل المنوط لهم خلال الـ3 سنين، يا اما اكمل معلش، الـ5 مهندسين واثنين بيم كوردينيتور هيقبضوا هيستلموا رواق فيز في الشهر اكس 1000 ريال، فاذا مبلغهم على بعضه 200000 ريال في الشهر. ال 200000 ريال دول في 3 سنين ب 720000 ريال، ولا مظبوط 720000 ريال. الاستشاري بيقول انا عارف انا هاخد منكم 720000 ريال عشان 5 مهندسين واثنين بيم كوردينيتور، وانا النهارده بقول لك يا مالك هذا العدد غير كافي للسكوب اوف ورك الاصلي للمشروع هل يجوز للاستشاري طلب تشينج هنا؟ انا برد بقول لا يجوز للاستشاري طلب التشنج هنا. كررت كلمه الاصل، انا بختلف عن بعض الدكاتره او المحاضرين في طريقه شرح المساله. انا بقول الاصل عشان اقطع الاستفسارات، ماذا لو ماذا لو، السكوب الاصل. فاذا لا يجوز تعديل ال 720000 ريال في اطار السكوب الاصل. طب ممكن السؤال يكون ايه تاني؟ طب افرض السكوب ما بقاش السكوب الاصلي، بقى فيه additional services. تدور حضرتك بعد المحاضره عن الاديشنال سيرفيسز اللي انا كاتبها. ما دام في سكوب اضافي يبقى فيه additional services، يبقى فيه change request by the employer، يبقى فيه change order to be prepared by the consultant and submitted for approval by the client. هم دول الحالتين. نعم، زودنا الاكشن، الاستشاري اقترح قال 5 زائد 2 مش كفايه على السكوب الجديد، انا محتاج ازود 2 ستراكشر انجينير وواحد بين كوردينيتور، دول يعملوا في الشهر 70000 ريال، يعملوا 60000 ريال. 60000 ريال هيشتغلوا زياده 7 شهور، يبقى 60000 ريال في 7 شهور ب 400000 ريال، يطلع تشينج اوردر ب 400000 ريال conditional الاشخاص الذين وظائفهم كذا وكذا سيعملون لمده 7 شهور بدءا من شهر يناير الى بدايه شهر اغسطس فول ستوب. شكرا لك يا مهندس اللي سالت هذا السؤال. هل شوف حضرتك دكتور السؤال الاخير، في حال قيام صاحب العمل باخفاء معلومات عن الاستشاري عمل تخطاء، لو صاحب العمل اخفى معلومات عن الاستشاري وده ادى لحدوث اخطاء، ايه هو الحل في حاجه زي كده؟ اخفاء المعلومات عن الاستشاري وعدم قيام المعلومات قيام المال او قيام الطرف ببذل العنايه الكافيه لامداد الطرف الاخر بالمعلومه المطلوبه او الغير مطلوبه او التي يرى ان تكون لها صله
صله بالعمل بيقع تحت بند اسمه سبايرن دكتورين في امريكا او المسؤوليه عن اعطاء المعلومات. دي موجوده في القانون اكتر من العقود. طبعا to entitle the consultant for very clear claim and substantiation will be very easy in that part. المالك لو اخفى معلومات المالك مدان. تمام يا دكتور. شكرا لحضرتك يا دكتور، محاضره قيمه ويعني خلت عندنا شغف ان احنا نتعرف اكثر على الفيديك ونتعلم منه اكثر. استفدنا كتير جدا جدا، يعني كان عندنا فكره عن فيديك مبهمه، انما حضرتك ما شاء الله سهلت لنا الموضوع. الله يكرمك يا دكتور، جزاكم الله كل خير. انا كده هزعل من حضرتك، هو مش موضوع، هو حاجه عاديه خالص، ما ينفعش يتعمل بيه دعايه، ما ينفعش يقول مجموعه الفيديك. الموضوع بسيط بالنسبه للمهندس بالذات والمحامي طبعا. موضوع جميل، موضوع بسيط، ما هوش قانون، ما هوش دكتورين، ما هوش قاعدة فقهية، ما هوش مجموعة عقود أثبتت نجاحها، لذيذة وجميلة، ما هيش الموضوع اللي يخلي حد يبص إلى شبح. دايما أنا بصر لما ألتقي بزملاء خبرة كبيرة زي حضراتكم وأكد على هذه الجزئية عشان أوقف الفوبيا اللي بتعملها بعض الدعايات. الموضوع بسيط خالص يا باشمهندسين، وبشكر المهندس عمر طبعا ان هو ذكر الجمله دي، وانا متاكد انه قصدها عشان برنامج كبير ومعترف ومحترف. اشكركم جميعا، واتمنى ان نلتقي قريبا في بيم العربيه، وبشكر بيم العربيه على مجهود الرائع اللي هي بتعمله، وربنا يقدرنا كلنا على ان احنا نتعاون في خير دائم. جزاكم الله خير. الباشمهندسين حبايبي، واللي اعرفهم واللي يعرفوني واللي ما اعرفهمش، دكتور ابراهيم عطيه شخصيه موجود هنا ما شاء الله، والاساتذه الكثيره معروفين، واحمد شطر طبعا حبيبي واخويا، ربنا يخليكم كلكم، واشكركم الباشمهندسين، بشكر المهندس عمر كريم، وبالنيابه عنكم كمان بشكركم، واشكره هو. والى اللقاء في محاضرات قادمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.